اهلا بيكم. عايز اقول لكم تجربتي مع دور برد قاسي الواحد مر بيه من اسبوع يعني. طب انا بقوله ليه؟ لاني فوجئت وانا بتواصل مع اصدقاء واقارب انهم خدوا هذا الدور. في دور برد منتشر، مش البرد بتاع الجميل بتاع زمان اللي هو اعصر شويه ليمون على ميه سخنه وجنبك علبة مناديل وباسكت الزبالة وخلاص شوية رشح وثلاث أيام. وأنا من الجيل بتاع مجموعة الأنفلونزا، كان في حاجة كده تعدى على الصيدلية تقول له اديني المجموعة، مجموعة مدي لك مش عارف حباية إيه وحقنة إيه وبتاع بتلاتة أربعة خمسة جنيه. طبعا الأمراض تطورت والفيروسات تطورت، بس وانت بترجع لتصريحات سابقة لمسؤولين في منظمة الصحة العالمية أشاروا إلى كده، أشاروا إلى أنه كورونا كفيروس قاتل ممكن يكون اختفى وكجائحة اختفت، لكن كورونا هيظل عايش معنا وهيطور سلالاته. يطور سلالاته ده اللي أنا أصبت بيه وأصيب بيه البعض. وإنت لو حضرتك بتسمع لي دلوقتي أو بتشوفني هتلاقي نفسك برضو يعني بالدائرة المحيطة حواليك جالها هذا الدور. مشكلته في ايه بقى؟ يعني بيصيبك بهمدان غير عادي، تكسير غير عادي في العظم، يعني الواحد بيبقى رائد ولا صوته قادر يطلع، وهتلاحظوا ان انا صوتي لسه متأثر يعني. فانا اتمنى ان احنا نحافظ بقدر الامكان. خلي بالك لان احنا نسينا كورونا من دماغنا، فما بقيناش بقى رجعنا لعاداتنا بقى، لا بقينا ندخل نغسل ايدينا ولا نقلع الحذاء بره البيت ولا، ولسه بنرجع برضو نقعد نبوس ونحضن في بعض، رغم ان احنا قلنا الاجراءات الاحترازيه اللي احنا خدناها ايام كورونا يا ريت تستمر يعني. فانا بتمنى طبعا ان كل مريض بهذا الدور ربنا يشفيه لانه دور قاسي، واتمنى ان حضراتكم تحافظوا بقوه الفتره دي خاصه مع تغير الفصول. تعرف النهارده درجه الحراره مثلا في اخر سبتمبر اهو، يعني احنا في اول اكتوبر عامله 39. 39 ايه؟ الواحد بيفتكر ان اخر سبتمبر ده كان بينزل وهو لابس مثلا قميص او تيشيرت ومعاه كده حاجه خفيفه، ايه جيليه بقى ولا مش عارف بتسموه ايه، سويتر خفيف حاجه. لا، انت النهارده عايز تنزل من غير هدوم. 39 درجه الحراره يعني في سبتمبر. الشتاء بقى هيجي متاخر، هيجي قاسي زي الصيف اللي احنا شفناه، الله اعلم. بس ارجوكم خلوا بالكم من تغير الفصول، نهتم بصحتنا وصحة ولادنا التلاميذ مع بدء عودة العام الدراسي. حافظوا على الاطفال، ويا ريت كل ام ابنها مثلا عنده رشح او كده ما تبعتوش المدرسة، وحماية ليه يعني، وتبدأ تتابعه، وايضا لا يصيب عدد من الاطفال يعني. ربنا يكتب الشفاء للجميع. عايز اقول لك في حدث حصل امس في العراق، احتلوا كل وسائل الاعلام الدوليه، وكميه عزاءات راحت لحكومه العراق. ايه اللي حصل في العراق؟ اللي حصل ان كان في فرح في قاعه مغلقه، حصل ضرب العاب ناريه، الالعاب الناريه اشتبكت في بعض موجودات القاعة، يعني ستاير، مواد موجودة في القاعة للأسف الشديد سريعة الاشتعال. لك أن تتخيل أن القاعة دي فيها أو نتج عن هذا الحريق الشديد أكثر من 450 قتيل وجريح. أكثر أو شايف النار بتتساقط إزاي؟ 450 قتيل وجريح. عزاءات من جميع الدول العربية لحكومة العراق، تعاطف دولي. خلي بالك 450 ده رقم كبير جدا. هي دي الألعاب النارية في القاعات. ربنا طبعا يرحم الموتى ويصبر أهليهم. طيب أنا ليه بادئ حلقتي بهذا الموضوع؟ غير ان حضرتك تعرفه، بادئ لان احنا في بلدنا
خاصه في الارياف وفي الصعيد افراحنا كلها بقت في قاعات. يعني الواحد يوقع في الريف كان يتعمل شادر كده، والعريس والعروسه وصلي صلي والليله خلصت. لا، بقينا بنعمل لازم قاعه ولازم التورته لكام دور والزفه وكلام. هنا انا عايز اتكلم على وسائل الحمايه المدنيه في بلادنا في قاعات الافراح. خلونا ناخد درس مما جرى في العراق، وخلونا ناخد اجراءات استباقيه. بمعنى هو احنا لازم ننتظر لا قدر الله لا قدر الله تحصل كارثه داخل قاعه ثم ننتبه بعد ذلك ونبدا نتخذ اجراءات الحمايه؟ الاجابه لا. دي كده بالمناسبه صور الجنازه اللي معروضه لضحايا العراق في هذا الفرح اللي اتقلب طبعا لمأتم يعني. طيب خلينا ناخد اجراءات. ايه هي الاجراءات؟ واحد، عايزين الحمايه المدنيه في كل محافظه وفي كل ركن من مصر تبدا تلف على هذه القاعات، تطمن ان طفايات الحريق موجوده، تطمن ان في اكثر من منفذ للقاعه دخول وخروج، يتم حظر استخدام الالعاب الناريه داخل الافراح، اي تجمع جماهيري يمنع فيه منعا باتا استخدام الالعاب الناريه. اللي ودى الفرح ده في داهيه ووقع فيه 450 قتيل ومصاب، العاب ناريه، العاب ناريه. طيب هو انا هستنى بقى واحد بيستعرض مهاراته وعامل لي العاب ناريه؟ انا مش عايز اتكلم على الرصاص اللي بيتضرب في الافراح يعني. طيب هل القاعات دي اللي بتبقى الناس متكدسه فيها، خلي بالك الفرح عندنا في البلد لو انت عازب 300 واحد بيجي لك 700، والناس بتبقى فوق بعضها كده. طيب هتلاقي في القاعات في بلادنا داير ما يدور ستاير. طب انا عايز ستاير ليه؟ الغي ستاير، افتح لي شبابيك، في طفايات حريق موجوده. كمان لازم يبقى عندنا دور احنا نقوم بيه. احنا مين؟ اهل العريس والعروسه. مش احنا رايحين نتفق مع قاعه؟ ماشي حبيبي، لو سمحت حسابك هديهولك، بس انا عايز الاتي، عايز اطمن على طفايات الحريق في القاعه. يا باشا بقى فلا الله ولا فعلك، دي الليله مفترجه، انت معقوله تفكر في الحاجات دي؟ ده احنا عاملين في القاعه دي 7000 فرح السنه اللي فاتت. انا عايز اطمن، عايز اشوف طفايات الحريق عندك، مش عايز ستاير، مش عايز ستاير في القاعه، عايز شبابيك مفتوحه، عايز اكتر من مكان صعود وهبوط. اللي زاد الكارثه كمان انك هتلاقي الناس في فرح العراق تزحموا. طب لو انت عندك مخرج واحد ده بتزيد الكارثه. طب لو عندك اكتر من باب دخول وخروج، عندك شبابيك مفتوحه. طيب مين هيعمل ده بقى؟ المحافظ في محافظته، رئيس الحي في مكانه، رئيس مجلس المدينه، الحماية المدنية، الشرطة، أهالي العريس والعروسة. ما تروحش تتفق مع قاعة فيها مشاكل، فيها مشاكل. أنا مبسوط إن بقى في اتجاه عند العرسان في مصر خاصة في فصل الصيف يعملوا الأفراح في الحدائق، يعني في جنينة، حتى لو معاهم فلوس كتيرة بيعملوها في فندق يعني. فأنا أتمنى الإجراءات دي لازم نركز عليها. احنا للاسف على الله يعني كله ماشي كده بالستره يعني، لكن ما ينفعش مع ارواح الناس. انا عايز ما حدث في العراق يكون جرس انذار قوي عندنا في بلادنا. عندنا قاعات كثيره جدا في الطرق الزراعيه والصحراويه وداخل المدن، وتكدس كبير. لازم نراجع على تامين الناس، مش عايزين نصحى لا قدر الله نجد في بلادي ما حدث في العراق. هذا ما اتمناه يعني. طبعا الفاجعه قلت لحضرتك منتشره في كل وسائل الاعلام، اتمنى ان احنا يعني ناخدها عايزه. اتمنى السيد رئيس الوزراء يعمم على كل المحافظين والكلام ده الاهتمام
ويبقى في دوريات للمرور على تلك القاعات. لكن واحنا بنتكلم في مسألة الحريق ده مش هننسى ما جرى في الأسواق اليومين الماضيين فيما يتعلق بارتفاع سعر كيلو السكر اللي وصل ولامس الأربعين جنيه. طبعا هتفاجأ بشوية أرقام لازم تبقى عارفها. احنا عندنا مخزون سكر يكفينا لشهر أبريل القادم، ممكن نعد على صوابعنا، أكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير فبراير مارس أبريل، معانا الحكومة الدولة مأمنة احتياج المواطنين من السكر لمدة 7 شهور. اديني سبب يخلي السكر يقفز هذه القفزة الرهيبة. طبعا في بعض السلاسل التجارية للأمانة بتبيع السكر ب 26 جنيه ونص، لكن بتعطي للمواطن او المستهلك كيلو او 2 كيلو، يعني الدنيا محددة ماشي. ايضا سكر التموين بيتباع ب 12 جنيه ونص. من ضمن الارقام اللي لازم تعرفها ان اسعار السكر متراجعة في الاسواق العالمية، ما دي حاجات تخليك برضو يعني عارف تضرب كف على كف. يا اخويا السكر بره منخفض، ليه يتباع هنا؟ في بقى حديث تلاقي اللي طالع يقول لك والله اللي حصل يا باشمهندس ان اثبت السكر سببها حلويات المولد. يعني ايه؟ قال لك ما حلويات المولد احنا بنستهلك سكر كتير. طب انا عايز ارد على الموضوع ده واقول جمله بسيطه، هو مولد النبي بنحتفل بيه مره كل 300 سنه؟ ما كل سنه بنحتفل بمولد النبي، اشمعنى المره دي السكر هو اللي ارتفع؟ طب ايه رايك؟ انا قناعه، دي مش معلومه يعني، قناعه ان ما كانش فيه اقبال عالي على شراء حلوى المولد. ارتفاع الاسعار وانا داخل مدارس، بمعنى هل كل المصريين اشتروا حلويات مولد؟ يعني هقول يا عم الاغلب، بس كميه الشراء متراجعه عن العام الماضي، كميه الشراء متراجعه عن العام الماضي. ما انت لما تنزل تلاقي اسعار ضخمه وانا كولي امر واب عندي مدارس اكيد مش هقدر اجيب السكر، يعني هجيب الحلويات كده. يبقى في حجه ان مولد النبي وحلويات المولد استهلكت؟ لا. طب اقولها لك بشكل تاني، انا صاحب مصنع بنتج حلويات المولد ماشي، وبالتالي وانا بنتج حلويات المولد انا راجل بعمل على مدار السنة جاتوهات وحلويات ومن بينها حلوى المولد. هو انت مفكر يا باش مهندس ان انا قبل مولد النبي باسبوع بنزل اشتري كام طن سكر؟ انا مخزن، انا متفق مع مورد، يعني مش بنفاجأ، لا دي معمول حسابها بقالها شهور. فالناس ما نزلتش اصحاب المصانع لشراء السكر فجأة عشان تعمل حلويات مولد لا مؤاخذة. فحجة مولد النبي دي بصراحة لا تقنعني. في ايه حاجة حاصلة في السوق؟ في احتكار، في تجار جشعين، وفي يعني الحكومة ووزارة التموين تحديدا مش عارف ليه لا تستخدم ادوات في ايديها، لا تستخدم ادوات في ايديها. قلت الاسبوع اللي فات وزارة التموين عندها 4200 منفذ على مستوى الجمهورية، عندها مئات السيارات المتنقلة بين القرى والمحافظات. طب وانا ليه ما اجيبش السكر واطرحه في المجمعات الاستهلاكية اضرب بقوة على يد الاحتكار في بلادي؟ يعني انا بندهش، ما انا قلت الاسبوع اللي فات ان كيلو البصل في سوق العبور سوق الجملة ب 15 جنيه بيوصلني ب 30، طب ما انا اجيب من الغيط على المجمعات الاستهلاكية وانا شايف ان ده حاجة بسيطة. يعني ما حدش يجي يقول لي بقول لك ايه، هو انت تيجي تفتيلي كمان في التموين؟ لا انا ما بفتيش يا باشا، انا بس بقول لك اهو الحاجة بتتباع في سوق الجملة ب 15، طب ما نجيب تريلا بدل ما تنزل في سوق الجملة خليها تنزل لي في المجمعات الاستهلاكية، اعمل طرح. طيب دلوقتي دخلنا على أزمة سكر، انا ارى ان الاحتكار في بلادي هيفاجئنا كل شوية بسلعة.
بدأ لك بصل، بدأ لك طماطم، دخل على السكر، معرفش هيدخل في الشتاء على العدس. لازم هنا يبقى أنا كحكومة وكوزارة التموين يبقى عندي خطة استباقية. الشتاء داخل، ضغط على إيه؟ عدس. طب أمنك، أمن نفسك من العدس دلوقتي. هتيجي تقول لي أنا عندي عدس يغطيني 500 سنة جاية، لا يا عم. أنا مش عايز تصريح. أنا عايز وقت ما يبقى في تاجر مستغل في السوق ومحتكر أنا أقدر أضربه على صوابعه. بكلمك جد. هو الجيم كده. ده أول ما اتقال، اسمع الجملة دي. أول ما اتقال إن الحكومة ستوقف التصدير بداية من أول أكتوبر، تصدير البصل. البصل تراجع في الأسواق من 5 إلى 10 جنيه. هديك مثال تاني. فاكر لما سعر جرام الذهب عيار 21 وصل ل 2850؟ 2850 ده رسمي. اول ما الحكومة اعلنت على ان يحق لكل مواطن ان هو راجع بلده من اي سفرية يبقى معاه 150 جرام مسموح بمروره. اللي حصل ان اسعار الذهب نزلت. انت عارف ال 2850 عيار 21 النهارده بكام؟ 2200. طب ايه اللي انا بقوله ده؟ عرض وطلب. انا تاجر مخزن شاي، اول ما اعرف ان الحكومه هتفتح استيراد شاي مثلا لازم اتصرف البضاعه اللي عندي. طيب لكن لما انا اكون تاجر محتكر وضامن ان محدش هيلعبني في السوق ولا يعرض في المنافذ السلعية، لا خلاص احط رجل على الرجل وباربعين النهاردة بكرة هيبقى بخمسين. يبقى انا هنا انا بقول للحكومة، الاجهزة المعنية، وزارة التموين، ان ما جرى في الاسواق خلال الاسابيع الماضية من تلاعب من تجار بالسوق، ما انا بقولها اهو على الهوا، تلاعب، ينبغي على الأجهزة المعنية إنها تبقى عندها خطوة استباقية. أنا بغششك على الهوا اهو، بقول لك داخلين على شتاء، شتاء يعني عدس المصريين. طب يبقى لازم أكون مأمنه، ليه؟ هتلاقي تجار من دلوقتي مخزنين وهيلعبوك في السوق. أرجوكم استخدموا أدواتكم كأجهزة رسمية. أرجوك فعل 4200 منفذ بيع سلعي. احنا مش عاملينهم كمصريين وكمسؤولين ديكور، لا، ده بيتعمل في الوقت ده، مش يعني. والناس كلها بقت بتتكلم عن الاكل والغلا بشكل فظيع، بشكل فظيع فعلا. طب الرحمة بقى، هتسيبونا للتجار كده المستغلين؟ هتسيبونا لسلاسل الاحتكار في البلد؟ ما ينفعش. عاملين شغل حلو، كمل للاخر. انا بقول لك على الهوا اهو، عندك الاف المنافذ السلعيه، وكل السلاسل التجاريه القطاع الخاص تقدر تدخلها في قلب المنظومه، تقول للهايبر الكبير، وعندنا اسماء كتيره وكبيره، هتاخدوا حصه واتبعوها بالشكل الفلاني، انتم منفذ توزيع. لكن انا اسيب الاكل الاساسي والاستراتيجي ل 110 مليون مواطن في ايدي بعض اللصوص المحتكرين، ما ينفعش. بكلمك بصراحه ما ينفعش. هندخل بعد كده على ازمات ايه؟ رز كمان؟ التجار يلعبوا دوله زي مصر؟ معقوله؟ معقوله التجار احنا سايبينهم يلعبونا كده؟ فارجوكم ارجوكم. السكر حسب تصريحات مسؤولين قال لك هينخفض في نص اكتوبر، ماشي. وانا هقول للمواطن عندنا تصريحات رسميه اهي بتقول ان السكر هيتراجع في اكتوبر، وهقول لك اسم المسؤول، مساعد اول وزير التموين، رئيس جهاز تنميه التجاره الداخليه، الدكتور ابراهيم عشماوي. سعر السكر سينخفض خلال شهر اكتوبر. حلو اهو. طيب ما تيجي بقى تفكر التاجر، ما انا قدام تاجر هيلعبني في ايه؟ عدس، رز، فول، هيلعبني في حاجات زي كده. هم لعبونا في ايه؟ بطاطس، بصل، خيار، طماطم.
انت فاهمني؟ فانا ارجو يعني احنا عندنا ادوات واليات كتيره جدا، ما ينفعش نبقى عاجزين بهذا الشكل. ومش عايز احلها امنيا، يعني انا مش عايز اقول يا داخليه انزلوا النبي شوف المحتكرين لا 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 خالص، عور التاجر في جيبه بس، انا مش عايزه يتسجن يا عم، التاجر المحتكر يتعور في جيبه، وانا بقول لك الطريقه على الهوا اهي، مش محتاجه اي حاجه. زود المعروض هينخفض السعر. اديتك مثالين، يوم ما انت اعلنت ان البصل هتوقف تصديره من اول اكتوبر تراجع. المثل الثاني الذهب، يوم ما سمحت لاي مواطن يجي ب 150 جرام نزل. فانا ارجو الحاجات دي الحكومه تخلي بالها منها الفتره القادمه، خاصه ان احنا 110 مليون مواطن. لكن في وسط الاخبار دي لما يجي لك خبر حلو يقول لك مثلا ان عائد قناه السويس اليومي 8.5 مليون دولار، هو الاجمالي احنا في حدود 10 مليار دولار العائد السنوي، بس الاول مره ربما تطلع احصائيه باليوم، يعني اللي هو القسمة كذا على كذا. قناه السويس من حوالي 5-6 سنوات كانت بتعمل في حدود 5.8، ابتدت تزيد، واخر تصريح حصل ان قناة السويس حققت العام الماضي 9.5 مليار دولار. قناة السويس هي يعني مصدر دخل رئيسي للنقد الاجنبي للخزانة العامة، مصدر دخل رئيسي للخزانة العامة، احدى الهيئات يعني الاقتصادية التابعة للدولة. في اسئله ممكن تسالها على الهوا، هو 9.5 مليار دولار بيروحوا الخزانه العامه للدوله؟ لا مش كلهم، بيروح جزء قرابه ال 50%، الباقي طبعا عندنا مرتبات، عندنا تطوير دائم لقناه السويس، في تطوير كبير ومستمر، انت مش على يعني مرفق محلي، لا مرفق عالمي، وكل الاستثمار والتطوير فيه بالعمله الصعبه. فده خبر حلو. هل نقدر نزود الدخل؟ انا مش خبير، بس اكيد هي قناة السويس مستهدفة طبعا انها تزود الدخل، يعني لان اللي طالع من 5.8 ل 9.5 ما دي زيادة، يعني مصدر من مصادر الدخل القومي. يعني اتمنى يعني انه طبعا الدولة تكون بتوظفه بشكل جيد وامن يسد احتياجاتنا. يعني باختصار شديد يا اخوانا، انت عندك فجوة دولارية ما بين الصادرات والواردات في حدود 30 مليار دولار، فانت بتحاول كدولة ان انت تزود ايراداتك الدولارية او من العملة الصعبة عشان تقدر تغطي تلك الالتزامات. هطلع فاصل قصير وبعد الفاصل نكمل. غدا الجمعة بإذن الله 29 سبتمبر هتبدأ جميع المحافظات تطبق المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات والمولات. طب إيه النظام؟ قالك في مواعيد هتبقى ثابتة خلاص، إحنا كده هنطبق مواعيد شتوية. طب ناخدها بالراحة. قالك جميع المحلات التجارية والمولات التجارية هتفتح 7 الصبح وتقفل 10. جميع المحلات التجارية والمولات التجارية هتفتح 7 الصبح وتقفل 10، لكن يوم الخميس والجمعة وفي الأجازات الرسمية زي أجازة النهاردة مثلا مولد النبي وكده والأعياد الرسمية للدولة، الغلق هيبقى للساعة 11، هناخد ساعة كده إيه حلو. لكن المطاعم والكافيهات والبازارات واللي موجودة في المولات التجارية ليها استثناء، هتفتح 5 صباحا وتغلق الساعة 12. يعني المحلات التجارية هي اللي هتقفل جوه المول، لكن المطعم والكافيه فاتح لك للساعة 12 بالليل. خدمة التيكاوي اللي هي خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات هتبقى على مدار 24 ساعة. طبعا احنا عندنا ثقافة لو انت سافرت برا يعني رحت الدول الاوروبية والكلام ده، 7 مساء
مفيش محل فاتح. وعايز اقول لك 7 مساء اللي انت بتشوفها هنا مثلا اللي هو مغرب وممكن عشاء، بره ده بتبقى شمس توازي الساعة 4 العصر هنا. يعني لو انت سافرت دولة أوروبية هتلاقي 7 عندهم دي توازي 4، بمعنى ايه؟ هتلاقي الشمس طالعة. تنزل تلاقي كل محلات قافلة. ثقافة تجبرك على ان الساعة 9 مساء تبقى في بيتك، 10 ونص تبقى نايم، عشان تصحى 5 6 الصبح. كل الدول الأجنبية بهذا الشكل. طيب وأيام الراحة الحد أجازة، السبت بالليل يا باشا مردغانة، ولا بيسموها ايه؟ البارات والحاجات، الدنيا هردبيسة فتحة بقى، ما هو بكرة أجازة. احنا لسه كمصريين عدد كبير مننا مش قليل حابب السهر. في ثقافة المصريين السهر 3 و4 الفجر. انا في ناس معادهم على مكاتبهم 8 ل8:30 الصبح، لحد الساعة 3 بالليل ممكن يحدث بينك وبينه تواصل مثلا على الواتساب، فتقول له انت صاحي ليه؟ يقول لك هنام كمان شوية. ما بننامش يعني، ودي مشكلة بالمناسبة. يعني هي احنا عايزين الدنيا 24 ساعة شغال. اعتقد غير جازم ان احنا الدولة الوحيدة في العالم اللي كده، لكن الحكومة بتعلن ان من بكرة خلاص مفيش كلام تاني، هنبدأ نطبق المواعيد الشتوية. وطالما هنطبق مواعيد شتوية وبكرة اخر يوم، برضو تعرف ان خلال الساعات القليلة القادمة هينتهي اطول اوكازيون صيفي مر على مصر. قعد 53 يوم، قعد 53 يوم اشترك فيه 3000 محل. التخفيضات كانت من 10 ل50%. اشك من الاخر وبصريح العبارة، احنا ما عندناش تخفيضات، واقصى تخفيض هتاخده هو 10%. انا بكلمك على الهوا، اقصى تخفيض هتاخده هو 10%. وفي محلات تروح معلية السعر و قال ايه، هي السلعة ب 100 جنيه، فتخليها ب 120 وبعدين ترجعها لك ليه 98 99 قرش. وزارة التموين ضبطت مخالفات، 10,000 مخالفة، 10,000 مخالفة زي كده. طب انت بقى انت فعلا نرتقي كده؟ ولما اكتب ان في سيل او تخفيض يبقى تخفيض حقيقي. برضو هتلاقي الناس الوحشين بتوع اوروبا دول السيل او التخفيض تخفيض، يعني حاجة بمية جنيه استرليني تخفيض 50%، 50% يقول لك الكوليكشن ده 50%. ما عندناش احنا الكلام. عشان كده انت بتسألني لماذا لا يقبل المواطنون على الاوكازيون؟ لانه فيك ضحك عدوان. اعمل لي تخفيض حقيقي. عارف التخفيض الحقيقي بيحصل امتى بقى؟ ده في اخر كام يوم المصانع عايزة تخلص مثلا الملابس الصيفية، فيلا اعمل تخفيض لان مصروف تخزينهم، تكلفة تخزينهم هتبقى اعلى عليا، وممكن موديل يقدم اي حاجة، يلا يا عم اخلص منهم ما احنا كسبنا. يعني لا يجبر المصنع على التخفيض الا عند الضرورة اللي هي تمسه. فما تقوليش بقى اطول اوكازيون ومفيش اوكازيون، الناس عارفة ان الاوكازيونات دي ضحك على الدول. اعمل اوكازيون حقيقي هتبيع. لكن بقى نظام حوريني يا كيكي دي ولا طيطة دي ملناش فيها. لكن اهو الخبر بيقولك، وبعدين بيقولك نسب خصومات تصل ل50%. لا طبعا، لا طبعا، ولا هتحصل. يعني يبقى انت نزلت محلات وسط البلد والمولاء لقيت فيه تخفيض 50%، ولا حاجة بتحصل يعني من ده. بس عجبني مثلا ان الضرائب مهتمة الفترة دي بجذب شريحة كبيرة من المواطنين او صغار المستثمرين في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
وفي الاقتصاد اللي بنسميه اقتصاد سري او موازي للاقتصاد الرسمي. الضرائب عندها مشروع قومي. خلي بالك اجمالي محصلات الضرائب في العام 1 تريليون جنيه، يعني 1000 مليار. التقديرات الدولية بتقول ان مصلحة الضرائب المصرية مفروض تحصل ضعف هذا الرقم، يعني 2 تريليون جنيه. هتحصلوا ازاي؟ لان هناك قرابة 50% من الاقتصاد في مصر هو اقتصاد خفي سري لا يظهر امام الاجهزة المسؤولة. زي ايه يا خير؟ زي يا عم اللي بيبيع لك عربية فول شغالة من 5 الفجر ل11 بس، ما عندوش بطاقة ضريبية هنا كده، ما ده اقتصاد سري. الدولة حتى ما تعرفش قدامها على الشاشة حجم التجارة قد ايه. زي اللي فرش لك فرشة عارض لك عليها شباشب وحاجات من الصبح لبالليل، يعني ناس كتيرة فرشة كده. طب الضرايب عملت ايه؟ بتقول له تعالى طلع بطاقة ضريبية، مش هاخد منك فلوس، مبلغ بسيط يعني 100 جنيه في السنة لمدة 5 سنين، ترتفع قليلا لمدة 5 سنين تاني، بس هدي لك ميزة. ايه هي؟ خلاص بقى. ايه هي الميزة اللي اديها لك؟ الميزة اللي اديها لك، الميزة اللي انا هديها لك اني ممكن اخليك تاخد قروض من البنوك، هساعدك اهو. وبعدين ايه؟ في 10 سنين هتدفع لك 1000 جنيه، يعني بس هتاخد تأمين صحي وتأمين كذا ومعاش وحاجات. فهي دعوة لكل حد في القطاع الخاص، الناس اللي هي بتعمل مشروعات اقتصادية بسيطة، روح لمصلحة الضرائب ما تقلقش، يعني هتاخد مكاسب بالمناسبة، والفلوس محددة، يعني مش هيقول لك انت بعت بكام واشتريت بكام، هو هيعمل عليك رسم ثابت سنه و100 جنيه. اتمنى طبعا، بس دي عايزه حملات اعلانيه اقناع، حملات اعلاميه، وعايزه نزول والالتقاء بالعاملين في القطاع الخاص. لكن واحنا بنناقش ده في بلدنا، في ازمه كبيره حاصله في امريكا اليومين دول، خناقه. الحكومه الفدراليه شغاله بايه؟ اداره بايدن بطبع دولار وأذون خزانة وحاجات كده. مين اللي بيوافق لها انها تستلف من البنوك؟ الكونجرس، مجلس النواب، هو اللي بيقول لها انا هوافق لك الاسبوع الجاي تقترضي مثلا 100 مليار دولار. طب لو ما اداش الموافقة مفيش فلوس، الدنيا تعطل. الازمة دي بتتكرر لما بيبقى الرئيس الجالس في البيت الابيض حزبه مش مسيطر مثلا في الكونجرس، مش مسيطر كعدد يعني. طيب الازمه دي هتنتهي ازاي؟ معايا على التليفون استاذ الاقتصاد بجامعه عين شمس الدكتوره يمنى الحمائي. مساء الخير دكتوره يمنى. مساء الخير، اهلا بيك يا استاذ محمد. الازمه دي بتتكرر دائما في امريكا. معقوله يعني قوه اقتصاديه عظمى هي الاولى في العالم يبقى عندها حاجات روتينية بهذا الشكل؟ طب ما ده يؤدي إلى تخفيض تصنيفها الائتماني مثلا. هو صحيح هي أزمة متكررة، ويعني هي تقريبا هي أزمة سياسية بشكل كبير، سياسية وليست اقتصادية غالبا، يعني هي لها بعد طبعا اقتصادي أساسي، وهو هي فكرتها الرئيسية إن في قانون بيضع حد أقصى ليه الانفاق الحكومي والمديونية على الاقتصاد الامريكي، لو عدت الرقم ده يبقى المفروض بيوقف الانفاق، ودي اللي هي اسمها شاتينج جوفرمنت اللي هو بيطلق عليه، اللي هو لها مهلة اخرها السبت الساعة 12 مساء، لو ما حصلش اتفاق الحكومة يعني الانفاق بيقف. ومعنى الانفاق بيقف لانه يعني مفيش تلبية للشروط الموضوعة، معنى الانفاق يقف يعني معنى كده موظفين كلهم، ودي حصلت قبل كده وفعلا اتوقف الانفاق واتوقفت مرتبات ناس كتير في الحكومة،
لمده معينه لغايه ما وصلوا لاتفاق. هي الاساس في هذا الخلاف هو انه الكونجرس ما فيهوش مشكله، يعني في اتفاق حتى بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونجرس على، لكن هم طبعا عايزين بشكل اساسي يخفضوا الانفاق الموجه للحرب الروسيه الاوكرانيه، لانه طبعا زاد عن حده بشكل كبير مليارات، وبالتالي يعني اللي بيتولى يعني يقود هذا الاتجاه بقوه هو مجلس النواب. ماكرسي هو اصلا كسب بالعافيه انه يبقى هو اللي بيمثل الجمهوريين في مجلس النواب، وبالتالي هو في وضع حرج من ناحيه انه هناك ضغوط عليه انه يتم مواجهه بايدن في الانفاق الكبير اللي بيوجه الى الحرب الروسيه الاوكرانيه، وهو لابد من تضييق هذا الانفاق. حتى في كلامهم بيتكلموا على ان ازاي يبقى في الولايات المتحده الامريكيه نفسها في كانت سيول في مناطق معينه، والامريكان احوج للانفاق فضلا عن ان عندهم تحديات مرتبطه بالهجره وغيرها، وبالتالي هي الاولى بالانفاق من اننا نوجه ده للحرب الروسيه الاوكرانيه او لدعم اوكرانيا. طب بعد اذنك دكتوره يومي، عاده الازمه دي بتنتهي يعني ايه؟ اللي بيتابعها كل شويه اللي هي مش هتنزل المره دي، يوم السبت هتلاقيهم موافقين ومطلعين قرار موافق، فهي ليه بتتعمل من اساسه يعني؟ لا هي بتتعمل لان هي في يعني زي warning system او early warning system، يعني هو قانون، القانون ده هو بيقول ان لو وصلت في الانفاق لمبلغ معين لازم اقف، يعني الانفاق ما يتمش الموافقه عليه، يعني انا وصلت للحد الخطر اللي القانون ده بيقول انك لازم توصل لحد معين، او المديونيه بالذات، المديونيه على الولايات المتحده الامريكيه دلوقتي من اكبر الدول اللي عندها ديون تخطط التريليونات، ال 30 تريليون دولار، وبالتالي هو اجراء مرتبط. لحظه، اجمالي ديونها 30 تريليون دولار؟ طبعا المديونيه كبيره والموازنه العجز، بس طبعا لما نيجي نتكلم على الولايات المتحده الامريكيه هي الدوله اللي بتطبع الدولار، وبالتالي هي قادره ان هي تطبع دولار. هم عارفين دلوقتي حاليا اليه لمد اجل وقف الحكومه عن التمويل، المد الاجل ده يوصل لنوفمبر، يعني هم مسمينه اللي هو الار سي، اللي هو ان انا بعمل تضييق، يعني محددين بقى المبالغ اللي تروح للحرب الروسيه الاوكرانيه وتوزيع الانفاق. وفي اتفاق ما بين في الكونجرس اللي هم ده تم الوصول اليه في الكونجرس لمد الاجل حتى نوفمبر القادم حتى يمكن تحقيق التوازن، وده عاملينه لكن لابد من انهم ياخدوا عليه موافقه مجلس النواب، يعني المشكله مش في الكونجرس، المشكله في مجلس النواب. دعينا ننتظر اليوم السبت. بشكرك دكتوره يمنى الحماية، استاذ الاقتصاد بجامعه عين شمس. واحنا لسه بنتكلم في الاقتصاد وفي بلدنا، عايز اقول لك خلال الاسابيع القليله الماضيه بسم الله ما شاء الله ونمسك الخشب، عمليات شراء واسعه للعقار في مصر. عمليات شراء واسعة، الناس اللي بتشتري وهي بتروح على حاجة اسمها الأوف بلان، يعني لسه ما تبنتش، ما بيقولوش هاتلي شقة بحري وكذا، عندك ايه 120 متر اوضتين وصالة أرضي، ماشي هات. طيب لو انت رحت سألت مدير المبيعات في الشركات الكبرى عند المطورين العقاريين الكلام اللي بيقوله خير ده صح؟ يقولك اه صح، في عمليات شراء واسعة، ما عندناش حاجة نبيعها، ما عندناش حاجة نبيعها، كله اتباع. طيب ايه سبب الاقبال؟ حاجتي الاولى انه كل واحد معاه جنيه مصري قلق من تعويم قادم، هيحصل تعويم مش هيحصل ماليش فيه، بس انت عندك مواطن قلقان فيقول لك ما انا بربط السعر بالجنيه وعلى 8 سنين، اللي انا بدفعه النهارده هو ده القيمه كده، خد 300,000 400,000. والشراء في كل المدن الجديده شغال، في السواحل الساحل الشمالي شغال،
لو انت بتبص نظرة اكبر فمعناه ان هناك 100 صناعة هتشتغل على ده. ما هو المبنى ده ايه؟ طوب واسمنت وحديد وازاز والوميتال و5-6 مليون بيعملوا في هذا القطاع. فده قاطرة للاقتصاد القومي يعمل لي معدل نمو كبير. السبب الثاني، لوحظ ان هناك اقبال من الاشقاء العرب، اقبال من الاشقاء العرب لشراء وحدات سكنية في مصر. طب ده سببه ايه؟ قال لك يا اخويا الدولار الجنيه كم، الجنيه مقابل عملتي الخليجية بكام؟ خلاص يعني كل ما الجنيه بينخفض انا بدفع استهال. هيشتري الشقة النهاردة بما يوازي 1,000,000 ريال سعودي مثلا، ممكن بكرة على المدار ال8 سنين اكون حولت 500,000 ريال سعودي بس مثلا، يعني ريال سعودي عماني قطري اللي انت عايزه. طيب دي فرصة اسمها تصدير العقار. طيب ما ننشط المجال ده اكتر، ما نعمل تسويق اكبر في دول الخليج. عايز اقول لك دول الخليج او المواطن في دول الخليج بقى بيشتري مش النهاردة، منذ سنوات في دول في المنطقة مثلا. يعني في مدينة زي اسمها طرابزون على ما اذكر في تركيا مثلا، السنة اللي فاتت قريت تقرير تم في احد الاحياء بيع 3,000 شقة في خلال كم شهر لأشقاء عرب من الخليج. اقبال عشرة ثقافة. طب ما احنا نعمل ده، طب ما تيجي نوسع دايرة الشراء ويبقى عندنا كومباوندز موجود في الغردقة وشرم الشيخ وأسوان يعني ليه ما نروحش ونشوف. طيب في بدأت بقى شركات عقارية تقول لك أنا ببيع النهاردة على 8 سنين بس أنا مش عارفة متيقنة معدل التضخم هيبقى بكام، فأنا لازم ألحق أبني بشكل سريع علشان ارتفاع التكلفة. وفي اتجاه للي بيسمعني من السادة المواطنين واللي بيشوف لي دلوقتي، لدى عدد من الشركات العقارية لتقليص مدة التقسيط بدل 8 سنين بيتكلموا من 3 إلى 5 سنوات. يعني فكرة الثمان سنين دي في طريقة لأنها تتراجع. طب ليه؟ لا انت هتديني جنيه بعد 8 سنين ده هتبقى قيمته قد ايه؟ طيب انت معاك قرشين عايز تروح، لا الفرصة لا تزال جاذبة الآن، يعني تقدر تشتري خلال هذه الفترة. بس أنا ببص لها، أنا قلت لك أنا ببص لها من زاوية إيه؟ فرحان إن ولاد بلدي بيشتغلوا في قطاع البناء، في 100 صناعة هتشتغل، شيء رائع جميل. اللي هيشتري أي مواطن أي شقيق خليجي عربي هيشتري في بلادي، فده بيحول دولار عملة صعبة، حلو جدا. يا ريت وعندنا مساحات ونبيع ونعمل والكلام ده، يعني يا ريت يبقى في حاجات اكثر مزايا لما انت تلاقي كمطور عقاري ان في اقبال خليجي عليك عربي، طور الاداء شويه، يعني ادي جزء من ثقافه هذا المواطن الخليجي، يعني اعمل تصميمات تناسبه، يعني بعيدا عن التصميم المصري مثلا اللي هو يلا خلاص 3 وريسبشن والكلام. في بعض الاصدقاء من الخليج بيقولوا لي مثلا انهم يحبوا ياخدوا حاجات في طريق اسكندريه الصحراوي، لانه في ثقافه خليجيه اللي اشتغل في الخليج يعرف دي حاجه اسمها المواطن الخليجي يحب حاجه اسمها البر، اللي هو كل يوم خميس يحب يطلع في مكان واسع كده في الصحراء ممكن ينصب فيه الخيمه من العربيه ومع اصحابه وسهرانين وجايبين خروف جدي جايبين اللي جايبينه ويذبحوه ويشوه وسهروا وتاني يوم يرجعوا او كده. فهم عايزين برضو وهم جايين في البلد هنا وشاريين يحب يروح يومين كده في البر. البر عندك هو طريق اسكندريه الصحراوي. يا اخويا لو انا بعمل كومباوند والكلام ده، لو اقدر اخصص مساحه زي كده بعملها. يعني انا قصدي عايز تزود مبيعات بتبدا تفكر بعقليه المستهلك اللي جاي. لكن في الاخر هو خبر ايجابي، يعني يسعدني ويطمني على انه واحد من اكبر القطاعات في بلادي
شغال شغل يعني كويس وطيب. عندنا عادة يعني هي عادة وحشة. لو أنا النهاردة شغال في مصنع أو في حكومة أو كده ومش هروح بكرة بس خايف اليوم ده يتخصم، فأقول لزميلي وقع مكاني، وقع مكاني. أغلبنا بنعمل كده. أنا راجل برضو اشتغلت في مؤسسات، فبتنتهي إن أنا يا خالد يا إبراهيم والنب بقول لك إيه وأنت رايح بكرة وقع لي بس إيه حاجة متأخر ساعتين بس مش عايز يتخصم مني. يقول له أوي أوي رقبتي رقبتي سدادة يا هندسة. طب هل الكلام ده يجوز؟ يعني هل يحق ليا إن أنا أوقع لزميلي في الدفتر مكانه يعني إنه جه وهو ما جاش؟ طيب لو عنده ظرف قهري وهيغيب ساعتين وكده، طب لو غاب اليوم، طب اليوم ده لو قبضه؟ هحكي لكم قصه صغيره كده. عملت في احدى المؤسسات الصحفيه يعني، فوجدت زميل من الصحفي بيعمل في احدى الادارات ابتدى يزود ساعه ساعتين لفتره، فبدردش معاه، لفت انتباهي، قال لي انا قربت اطلع معاش، بعمل في المؤسسة دي بقالي 30 سنة، أكيد هيبقى في تقصير مني يوم ما، فخايف يوم القيامة ربنا يحاسبني يقول لي أنت سرقت صاحب المؤسسة حتى لو كان القطاع عام، فأنا بدي ساعة ساعتين زيادة بدون أجر كأني غطيتها. تعرف اللي بيبقى مقصر في الصلاة فيجي يقول لك هزود نوافل هعمل كلام. هروح ليه فضيلة الشيخ سالم عبد الجليل من علماء وزارة الأوقاف. مساء الخير يا مولانا. مساء النور استاذ محمد بي على سيادتك وعلى كل مشاهديك الكرام. كل سنه وحضرتك طيب بمناسبه مولد النبي. ربنا يبارك فيك عليه افضل الصلاه واتم السلام، كل عام وسيادتك وكل مشاهديك بالف خير يا رب. الزميل اللي بيوقع مكان زميله في دفتر الحضور ودي ظاهره منتشره يعني، حكمها الشرعي ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وبعد الاجابه المختصره بالتاكيد حرام. لا يجوز من حيث المبدأ ان انسان يوقع مكان انسان اخر. انت بتقولها يعني قولا واحدا حرام. طبعا طبعا طبعا، في عندنا حتى مع الظروف، في عندنا عرضة، في عندنا اذن ساعة ساعتين، في عندنا اجازات اعتيادية، في عندنا اجازة بدون مرتب، يعني في عندنا وسائل عديدة يستطيع الانسان ان هو يستفيد من خلال. انما ان انا سواء كنت في عمل خاص ولا في عمل مؤسسي حكومي او خلافه، لا يجوز اطلاقا ان انا اتلاعب في التوقيع وانه ابقى جاي الساعه 11 وماضي عن زميلي من الساعه 9 وما شكل ذلك. وعشان كده الحقيقه يعني احنا بنحيي الدوله او بنحيي المؤسسات اللي بتعمل نظام التوقيع الالكتروني، ما عادش بينفع التلاعب فيه، وده مهم جدا جدا، واللي هو بالبصمه بتاعتك. بالبصمه يا فندم، فما عادش ينفع فيه التلاعب، وده مهم جدا. ويعني ورسالة بقولها لكل حد، اللي بيتقن عمله وبيخلص فيه وبيأدي وظيفته وربنا يبارك له، المسألة مش عدد والله، مسألة بالبركة. ان ربنا يصرف عننا ان يبارك الله في رزقك عننا. يعني نعم يا فندم، ان يبارك الله في رزقك. ايوه يا فندم، ما هو المال ليس بكثرته ولكن المال ببركته. الله، فلما الانسان يتعب ويأدي اللي عليه ويتقي ربنا سبحانه وتعالى فيه هيقفل عنه ابواب صرف. ما احنا عندنا ابواب ممكن تفتح علينا لو الواحد بيقبض الاف هتضيعها، امراض وخلافه. صح، فلما ربنا يقفل عن الابواب ده هيبقى فيها بركه ان شاء الله، والامور بتكفي بتبقى كويس. انما لما الانسان بيهمل في عمله، واحيانا يا استاذ محمد بيه يقول لك على قد فلوسهم. الله، هو مش ايه رايك في التعبير ده؟ طبعا العقد شراكه المتعاقدين، انت وافقت تعمل في المؤسسه دي ولا في الشركه دي بالمرتب ده وبالنظام ده، يبقى تلتزم باللوائح، تلتزم بالقوانين. انما فكره ان انا لا واقول لزميلي اما انا مش جاي النهارده ابقى امضي لي وبعدين يزعل مني لو ما امضتلوش، لا يا سيدي ازعل ومش امضي لك، اللي مش هيشترك معاك في هذه الجريمه. ده جريمه، التخلف عن العمل وانه اثبت نفسي ان انا موجود فيه دي جريمه لا تصح اطلاقا. وبعدين انا ايش ضراني هو بيعمل ايه بره؟ صحيح، قانونا يبقى مسجل قانونا ورسميا انه جوه المؤسسه.
طبعا انا هو موجود، فانا عملت حاجه بره، لا اثبتوا بقى ان انا كنت موجود جوه. فهي من كل اتجاه الحقيقه هي لا تجوز. انما انا راجل عملت في المؤسسه الحكوميه، لا عندي وكيل وزاره، فكنا بنلتمس الاعذار لما يجي حد يقول انا اتاخرت شويه عشان كذا، ممكن نلتمس العذر. صحيح. لكن ان حد يمضي عن حد، لا، الاثنين مجرمين، سواء كان اللي مضى ولا كان اللي طلب. وعلى فكره الاجرام الاكبر بيقع على اللي مضى واللي وقع، اللي وافق. ايوه يا فندم. صحيح. يعني ممكن اقول لك انا ما قلتلوش ده هو اللي تطوع من نفسه، ما هو وارد جدا. فهي جريمه مركبه. ارجو من اخواننا اللي بيعملوا في اي مؤسسه في اي مكان خاص ولا عام ان يتقوا ربنا سبحانه وتعالى. دعني اشكرك فضيله الشيخ سالم عبد الجليل من علماء وزاره الاوقاف. ما توقعش بديل عن زميلك، كده حرام. النهارده يكون مضى 53 عام على رحيل الرئيس جمال عبد الناصر، واللي شهدت جنازته أكبر جنازة في المنطقة كلها عبر تاريخ طويل. يعني الجنازة طبعا موثقة بالتصوير. عبد الناصر شخصية تتفق معها وتختلف، لكن هو رجل تمتع بكاريزما، كان لديه مشروع قومي كبير اصطدم طبعا بقوة كبيرة في العالم والمنطقة. البعض بيتحفظ على بعض القرارات اللي خدها أو السياسات، لكن هكذا هو حال الزعماء الكبار، ما بيكونش في اتفاق تام على كل خطواته، لكن هتلاقي فيه انتصارات كبرى وهزائم أيضا كبرى. نشوف هذا التقرير بمناسبة رحيل عبد الناصر في الذكرى 53، ونطلع بعده فاصل. بعد الفاصل هيشرف لي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أستاذ عبد الحميد الدمرتش. تحل اليوم الخميس الذكرى 53 لوفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أحد أهم من حكم مصر في العصر الحديث وصاحب الشعبية الطاغية في مصر والعالم. ناصر ابن حي باكوس في الإسكندرية، المولود في أسرة من قرية بني مر في محافظة أسيوط في 15 من يناير من عام 1918، ليس أحد أهم زعماء مصر في تاريخها بل في تاريخ الوطن العربي. جمال عبد الناصر دورا مهما في تشكيل وقيادة مجموعة سرية في الجيش المصري أطلقت على نفسها اسم الضباط الأحرار، حيث اجتمعت الخلية الأولى في منزله في يوليو من عام 1949، وأضم الاجتماع ضباطا من مختلف الانتماءات والاتجاهات الفكرية، وانتخب في عام 1950 رئيسا للهيئة التأسيسية للضباط الأحرار. وحينما توسع التنظيم انتخبت قيادة للتنظيم، وانتخب عبد الناصر رئيسا لتلك اللجنة، وانضم إليها اللواء محمد نجيب الذي أصبح فيما بعد أول رئيس جمهورية في مصر بعد نجاح الثورة. وانتخب ناصر رئيسا للجمهورية في يونيو من عام 1956، حيث خاض صراعات كبرى مع القوى الاستعمارية، واتخذ قرارات الإصلاح الزراعي وتأميم قناة السويس، وشارك في دعم حركة التحرر في العالم. شهدت مصر في عهده العدوان الثلاثي سنة 1956، ثم نكسة 67 وحرب الاستنزاف، والتي ساهمت بإعداد الجيش المصري لنصر أكتوبر المجيد. وتوفي الرئيس عبد الناصر في مثل هذا اليوم 28 من سبتمبر من عام 1970. في معلومات مهمة هنعرفها من هذه الفقرة تتعلق بصادراتنا من حاصلاتنا الزراعية. مصر دولة بتصدر بعملين لحد دلوقتي 3.5 مليار دولار تقريبا سنويا. دي نسبة حلوة جدا. ممكن تبص للرقم قليل، لا ده رقم كبير. إذا عرفت إن الدولة الأولى في العالم للصادرات في الحاصلات الزراعية هي أسبانيا، بتعمل قرابة من 11.5 ل 12 مليار. ف
فلتواصل ل 25%. احنا ما طلعناش ل 3.5 مره واحده، لا، بنقعد فترات كتيره. الحاجه الثانيه لازم تعرف ان فتح سوق خارجي للصادرات المصريه ده ممكن ياخد سنوات طويله جدا، ممكن 10 و15 و20 سنه. دوله زي اليابان بتطلع عينك مثلا عشان توافق لك على حاجه. هنفتح ملف الحاصلات الزراعيه مع استاذ عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعيه. مساء الفل. اهلا، بشكرك على انك مشرفنا النهارده. الله يخليك يا فندم، شكرا يا محمد بيه. قصه الصادرات المصريه من الحاصلات الزراعيه ليها سيستم، ليها قانون، ولا بتتم بشكل اعتباطي ان اي حد معاه زراعه بيصدرها والكلام ده؟ لا، عشان اتكلم على الصادرات الزراعيه الحقيقه لازم اتكلم على القطاع الزراعي، لان القطاع الزراعي في مصر دلوقتي الحقيقه اصبح امن قومي. احنا الزراعه دلوقتي او القطاع الزراعي ب 11% من الناتج المحلي، حوالي 800 مليار، ومتقسم بقى لانتاج نباتي وانتاج حيواني وانتاج سمكي. مصر بتزرع في 9.7 مليون فدان. و 9.7 ولا 8.5؟ لا 9.7 او 9.7 9.6 في الحدود ده. احنا زودنا مساحات، بس لسه بقى المساحات اللي جايه، وده اللي انا هقوله، عايز اتكلم فيه ان شاء الله مع حضرتك. يعني 6 مليون في الاراضي القديمه، 6.1 والباقي في الصحراء. 70% من الصادرات المصريه بتطلع في من الصحراء، عشان طريق اسكندريه الصحراويه والاسماعيليه والحاجات دي كلها. الحقيقه التصدير بقى الزراعي هذا العام اللي هو الموسم التصدير بتاعنا بيبدا من سبتمبر 22 الى اغسطس 23. النتائج كانت زياده في زي ما حضرتك قلت 3.5 مليار دولار من 2.9 مليار دولار السنه اللي فاتت، يعني حوالي في 700 مليون دولار زياده. رقم رائع، بتتكلم في 24% 22% بالظبط كده. وكذلك في الانتاجيه، زدنا الانتاجيه زياده عن الموسم اللي فات، كنا 4.4 مليون طن، اصبحنا دلوقتي 5.5 او 5.6 مليون طن لهذا العام، يعني حوالي 1,300,000 طن زياده عن الموسم اللي قبليه. طبعا السؤال الطبيعي، طب ايه اللي حصل؟ يعني الطفره اللي حصلت مره واحده؟ يعني طبعا الطفره، اولا انخفاض سعر الجنيه ادى الى هذا، الالتزام المصدرين بالتشريعات بتاع الدول المختلفه نتيجه الندوات اللي بيعملها المجلس التصديري او بعض الجمعيات المختلفه. الحقيقه الانتاجيه في الدول المنافسه كانت اقل شويه، زي مثلا الهند. في الهند حصل لها أزمة، الهند والباكستان فيضانات، فعشان كده هي كانت منافسه لنا جامد قوي في البصل، وبالتالي افريقيا جات لك انت خدت منك. افريقيا كل الدول اخذت يا فندم. احنا مصدرين بصل السنه اللي فاتت كنا عاملين 330,000 طن، السنه دي لحد نهايه اغسطس لنهايه الموسم يعني مصدرين 630,000 طن. ده اللي هيخلي المواطن اللي بيتفرج علينا دلوقتي يقول لك بس انت كده خدت من حصتي في السوق المحلي. بس هقول لحضرتك على حاجه، هو طبعا ممكن طبعا الكلام ده بيتقال وبنسمعه على طول، لكن السنة اللي فاتت يا فندم كان البصل الناس خسرت، الفلاحين خسروا كتير، فالإنتاجية كانت أقل أو المنزرع كان أقل من العادي. يبقى السبب الأول لارتفاع أسعار البصل، رقم واحد قلة المساحة المنزرعة. قلة المساحة المنزرعة والنوعية الإنتاجية كانت أقل، يعني مثلا البصل بيجيب مثلا 18 طن للفدان، جاب السنة دي 12 ل 15 طن للفدان. زائد بقى في نفس الفترة دي واحنا ماشيين في بداية الموسم حصل بقى الفيضانات اللي جت في الهند وباكستان وكلام من ده، فالبصل عليه طلب رهيب جدا، فبدأت الناس تصدر كميات كبيرة، وده كويس، فرصة كويسة قوي للفلاح، لأن السعر بينعكس على الفلاح، المصدر بيبقى عايز ياخد من الفلاح بسعر أغلى لأن في مجالات تصديرية أكتر. ولكن بقى محدش عارف هل السنة الجاية، طبعا السنة الجاية عشان كان مفيش بصل السنة دي هيزرعوا البلد كلها كتير. كلها هتزرع. طيب ازاي احقق توازن ما بين صادرات الحاصلات الزراعيه اللي بتجيب لي عمله صعبه ودي مهمه لينا كدوله، وبين احتياجات السوق المحلي؟ بس يا فندم احنا دلوقتي بقى لنا عشرات السنين ما عندناش مشكله، لان عندنا اكتفاء ذاتي في الخضره والفاكهه، يعني من الحاجات القليله، ولا احنا زي الحبوب ولا احنا زي المحاصيل الزيتيه ولا حاجه، فاحنا حققنا اكتفاء ذاتي وبزياده شويه، بدليل ان المشاكل اللي بتحصل حاليا دي بالنسبه للقله المحصول والكلام ده كله او ارتفاع سعر البتاع ده بيحصل حاجات نادره جدا،
يعني ما حصل لناش في خلال السنين اللي فاتت ان في مشاكل في ارتفاع السعر بالدرجة الا مثلا في الطماطم، لما الطماطم عروات عشان كده بيسموها المجنونة، عروة قبل العروة ما تنتهي او بداية العروة الجديدة تلاقي الانتاج بتاع العروة القديمة قرب يخلص فالسعر بيرتفع. زائد الصادرات بتاعت احنا بنصدر حصيلات زراعية لكم دولة في العالم؟ حوالي 110-120 دولة كل العالم، كل التكتلات تقريبا يعني. كده كل الدول العالم، كل دول العالم يعني. لما انت عندك التكتلات، تكتل الدول العربية كلها، الاتحاد الاوروبي كله، الاسيا كلها، ولسه فاتحين الفلبين من حوالي شهر ونص شهرين اخيرا، اليابان زي ما حضرتك كنت بتتكلم، اليابان قعدت 9 سنين علشان نقدر نفتحها وندخل فيها منتج واحد بس، الموالح. بالاضافة عشان اكمل القطاع الزراعي، احنا القطاع الزراعي ده في حصيلات زراعية طازجة اللي بيصدروا ب3.5 مليار دولار، زائد الصناعات الغذائية اللي بتعتمد على القطاع الزراعي بتصدر بيه حوالي 4.2 زي علب الصلصة مثلا، كل الحاجات دي بقى، كل الصناعات الغذائية، المجففات والعصائر كل الحاجات. بس كان عندنا مصنع للبصل في سوهاج وتوقف. لا موجود، مصدرين بصل السنة دي اعتقد، المجفف مش البصل، تصنيع اللي هي حلقات البصل في علب وتتصدر لاوروبا. لا وايطاليا تحديدا علشان البيتزا والكلام. في طبعا مصانع كتيره، في مصانع اللي هي بتجفف البصل، وفي مصانع اللي هي بتعمل ترانشات للمختلف سواء داخليا او خارجيا، لكن احنا كصناعات حصلات زراعيه وصناعات غذائيه بنصدر بحوالي دلوقتي 8 مليار دولار يعني. عشان كده ازاي امال ايه 3.5؟ 3.5 احنا حصلات زراعيه طازجة اللي هي طماطم فريش، برتقال فريش، كل الحاجات اللي بقى الفاكهه كلها. الباقي بقى، الباقي الصناعات الغذائيه بيصدروا ب 4 مليار. ما شاء الله. يعني 8 مليار، عشان كده اهتمام القياده السياسيه اللي هو التصنيع الزراعي. التصنيع الزراعي، طب ما احنا نفتح فيه، اعتقد التصنيع الزراعي افضل من تصدير الفريش. لا ما تقدرش تقول كده، دي حاجه مطلوبه، ودي حاجه طبعا، وما تقدرش انك انت حتى ما هو الاتجاه دلوقتي حاليا الى القيمه المضافه، وانك انت تقدر تشتغل بحاجات كتير، لان هم كل الخضر المجمد ده ما هو برضه بيطلع من القطاع الزراعي، وبالتالي هتقدر تقول بقى برضه، ممكن تقول لا طب انت بتصدره بتعمله مجمد، ليه ما تعملوش، طب تخلي الناس تاكل فاصوليا مثلا. فلكن لازم يبقى في نوع من التوازن ما بين مين بينافس له في سوق تصدير الحصيلات الزراعيه على المستوى العالمي يعني؟ لا طبعا اسبانيا دي حديقه اوروبا وعندها كل الاصناف الجديده اللي موجوده في العالم كله المطلوبه، وده عشان كده احنا لما دخلنا في الاتحاد الدولي لحمايه الاصناف النباتيه بقينا ان احنا بقدر بعض المزارعين يجيبوا الاصناف الجديده. العنب مثلا كنا بنصدر ب 120 مليون دولار، صدرنا السنه اللي فاتت ده 270 مليون دولار، يعني نتيجه الاصناف الجديده قدرت مصر تزرعها وتشيل الاصناف القديمه يعني. في مراكز رئيسيه او عواصم على في المنطقه هي بتنافس لها في الصادرات. طبعا هم زي اسبانيا تركيا، المغرب قويه جدا عشان النقل بتاعها سريع، واحنا لاوروبا اسهل طبعا، وعندها وفره مياه يعني مش قوي لكن طبعا يعني عادي. تركيا عندها وفره مياه، عندها طبعًا انهار كتيره طبعا دي تركيا. وبعدين تركيا اصيل الصادرات دي اهم حاجه فيها الحاجات بتاعت الطازج دي اللي هي اللوجيستيك اللي هي النقل. ازاي تقدر لان احنا عندنا المشكله في النقل السريع، يعني احنا عندنا الخضار بتاعنا معظمه طيران وغالي جدا، فبتيجي تقف فتره من الفترات بيبقى لك شهرين مثلا في السنه بتقدر انك انت تصدر، وبعد كده ما بتقدرش لان الدول الثانيه بتخش بقى، سواء هولندا وسواء الدول الاوروبيه كلها بتخش بعد كده. فبالتالي عشان كده احنا اشتغلنا كتير الحقيقه على المركب السريع اللي هي حوالي 25 عقده، ان هي تريلات بتيجي من ايطاليا بتتاجر يعني، وبيجي تريلات عليها، التريلا بتنزل بتيجي تاخد البضاعه وبتطلع على في توصل في 5 ايام، وبالتالي دي هتساعد جامد جدا الصادرات بتاع الحصيلات سريعه التلف، وهتدفع جدا في السوق، مشروع السوق الزراعيه الحقيقه. مين بيحدد سعر الطن عالميا؟ بيحدد؟ لا على حسب ولا اتفاق بينك وبين الدوله ولا ايه؟ بينك وبين المستورد، ودي بقى هي دي المربط الفرس كله. علاقتك مع المستورد، الراجل بيجي يشوفك لو سوبر ماركت يعني، بيجي يشوف المزارع عندك والمحطات عندك. ما بيستوردش كده بالتليفون؟ لا تليفون ده كان زمان بقى. ده حتى الدول العربية دلوقتي ما بيستوردش في التليفون. خلاص انسى المنظومة القديمة. متفق مع مزرعة محددة بيتابعها،
هاخد انتاجها، هاخد انتاجها. وحتى لو ما عندوش، الراجل اللي هو اللي عنده مثلا 100 فدان وعنده طلبيه اكتر بيروح يتفق مع مزارعين اصغر منه وبيعمل لهم، بيدربهم وبيعلمهم بقى استخدام المبيدات، بيعلمهم سلامه الغذاء، كل هذه التفاصيل مهمه جدا للمستورد. بص يا فندم، احنا نجحنا عشان ملتزمين بالشروط بتاعه العالم، بتاعه الدول الاوروبيه اللي هي اساس، وامريكا طبعا، ما بقاش في بقى بضاعه مرتده، العفن البني للبطاطا. لا لا طبعا العفن البني ده انتهى من فتره يعني، لكن هي اهم تحدي دايما بيبقى عمليه متبقيات المبيدات. يعني انت عارف كل مبيد بيبقى ليه نسبه معينه تركيز في الاخر بتتقبل بطبق. لو فيها بتبقى زياده بيقول لك يا اخوانا خلي بالك انت عملت بعض يعني المشاكل في هذا الموضوع، وبيبعتوا لنا، بيبعتوا للعجر الزراعي، بيبعتوا لمصر، ولكن لما بييجوا ويشوفوا ويلاقوا ان في سيستم ونظام، وبالذات بعد ما اتعمل نظام اسمه التكويد او التتبع، الحجر الزراعي عامله لكل المحاصيل دلوقتي، من اول بيشوف المزرعه ما تقدرش تصدر الا بتحقق معايير معينه. هي حضرتك في كلامك قلت لي احنا عندنا اكتفاء ذاتي من الخضر والفاكهه. اكيد. طب ليه لما انا بروح للسوبر ماركت او الهايبر ماركت الاقي موز مستورد جنب الموز البلدي، الاقي حاجات من دول يعني في المنطقه، طب ليه؟ بص حضرتك انا اعتقد ان الحاجات دي ساعات بتبقى تيجي للسوبر ماركت او بتيجي للسياحه. يعني كل الحاجات حتى كل بعض السياح يحبوا اقبال على منتج لا يعني ما انت في السياحه لازم توفر للسائح كل كل انا شفت بطيخ صيني لا اللي هو الاصفر ده احنا عندنا برضو حاجات كده بس مش كميات كبيره يعني يعني موجود يعني. طيب كلمني على يعني هل احنا بنصدر صادرات زراعيه سلع كلاسيكيه؟ هل العالم تطور فبقى بينتج محاصيل مش عندنا مثلا؟ لا في الاصناف يعني عندك البرتقان برتقان، لكن مثلا برتقان يطلع لك بدري شويه، برتقان يطلع متاخر شويتين، مش عارف حلاوه السكر اعلى فيه، العنب مثلا يعني برضو اصناف جديده لحد مثلا شهر اكتوبر اصناف جديدة. المانجا كل المانجا اللي اتزرعت دي دلوقتي بنصدر في حوالي 70,000 طن مانجا، وما كناش بنصدر لان كل المانجا اللي كانت عندنا دي ما تتحملش الشحن والمسافات بتاع ده، حلوه جدا ورائعه لكن كل يعني جزء اساسي في التصدير ان نوع المنتج اللي بصدره يتحمل عده ايام في السفر. دي اساسي النقل السريع ده مهم جدا. وعشان كده بقى عشان نتكلم بقى في الموضوع ده، طب تعالى نشوف بقى الدوله عملت ايه في خلال الفتره قبل حتى كورونا وقبل الحرب والكلام ده كله. الدوله كان عندها القطاع الزراعي اصبح امن قومي، فبدات عملت ايه بقى؟ واحد، تحديث نظام الري عشان نقلل كميات المايه، تبطين الترع، كل الترع دلوقتي مفيش عندنا مشاكل. انا من راجل من كفر الشيخ ومفيش تقريبا عندنا، كل بيوصل لنهايه البعض عمل مصايف على الترع وشمسيه وكراسي لا بقت حلوه جدا الحقيقه ده يعني الشغل من حلاوتها الشغل اللي كان فيها الناس بتنزل تعوم يعني بقت حاجه جميله. زائد المزارع السمكيه، زائد الصوب الزراعيه، احنا بنصدر من المزارع السمكيه. بص كان في مشكله مع الاتحاد الاوروبي وبعض الدول الاوروبيه نتيجه ان هو طبعا مسموح بالنسبه للسمك بتاع البحر، لكن المزارع ما زالت ما بيحبوها، مش لا مش ما بيحبهاش، عشان كان في جزء بمزارع من الصرف الزراعي، وده انتهى تقريبا يعني. وبالذات بقى ما هو ده اللي جاي بقول لحضرتك عليه، انت المشاريع اللي اتعملت من ضمن المشاريع الزراعيه اللي هي معالجه مياه الصرف في مصر باسمه المحسمة، ومصر باسمه بحر البقر، ومصر باسمه الحمام، ده انتاج ضخم جدا من المياه بقى النظيفة اللي تقدر حتى تشرب منها او تزرع منها. وده بقى عشان كده زرعنا الدلتا الجديدة. يا فندم اذا ده الدلتا الجديدة اللي هي 3 مليون فدان، 3 مليون فدان اللي الرئيس اعلن عنها، 3 مليون فدان دي لو زرعتها انت بتزود القوقعة الزراعية بتاعتك بنسبة 30%. صحيح، حاجات غير مسبوقة. ده غير بقى جنة مصر وتوشكا وسينا وكل الكلام ده كله. فزيادة المساحة دي عشان ايه؟ عشان اول حاجة تقلل الفجوة الزراعية بتاعتك، الاستيراد تقلل. لا وعندك 110 مليون مواطن يعني بالظبط امن قومي اكل، مش هيبقى معاك فلوس تستوعب يعني كفاية القمح.
ما هي طبعا يا جماعه عايز احنا بنستورد حوالي 12 مليون طن يعني. انا عايز كفايه القمح والزيوت كاستيراد يعني. اه فانت انت هتقلل الفجوه لانك انت طبعا هي المشكله عندك الاساسيه هي التزايد السكاني طبعا زائد الجماعه الضيوف اللي جولنا او اللاجئين 12 مليون 12 مليون واحد فعندك ضغط جامد جدا وارتفاع الاسعار وبتعتمد وفي حرب والحرب المشاكل بتاعه النقل وبيضربوا يعني مشاكل كثيره جدا فلازم تقلل الفجوه بقدر الامكان اللي هي الفجوه الزراعيه او الفجوه بتاعه الاستيراد بقدر فكل البسعات اللي بتتزرع دي ان شاء الله وانا بتمنى بقى ان كل المزارع كل المشاريع القوميه اللي اتعملت في الزراعه رهيبه وغير مسبوقه وما حصلتش قبل كده بس انا بقى لازم ان الدوله تروج عليها احنا عايزين استثمار اجنبي مباشر طب الاستثمار الاجنبي المباشر ده هيجي ازاي الناس اللي من بره يجي يقول لك انا عندي 50,000 فدان و100,000 فدان هنا خدوهم ازرعوهم وهيجيبوا لنا دولارات موجودين يعني دي من ضمن الحاجات اللي عشان تجيب دولارات للبلد دي مش احنا عفوا استاذ عبد الحميد عملنا ده مثلا في القمح مع الامارات في توشكا في ناس بس عايزين اكتر لان المساحات كبيره اللي بتزرع فانا ده رايي الشخصي يعني الدوله طبعا لازم هتقوم بهذا العمل سواء هيئه الاستثمار او سواء التمثيل التجاري ان احنا نطرح اراضي من الافدنه دي لمستثمرين اجانب يجوا يزرعوا هنا اجانب او عرب او مصريين بشروط ميسره جدا يعني دي اهم حاجه عشان يدخل لك فلوس ما هي الارض هتروح فين ما الارض هتبقى موجوده في مصر بس حضرتك وانت بتتكلم بتتجاهل مشكله الميه يعني اديني ميه كتير هزرع لك مصر ما كلها يا فندم ما الزراعات اللي بتتم او بتقريبا التوسع فيها لها ميه ما بقول لحضرتك التوسع في عمليه معالجه مياه الصرف كميات ضخمه جدا من المياه عشان تزرع هذه المساحه والمحطات الرفع اللي جابت من هذه المصارف اللي هي اتعالجت فيها لحد الحمام والضبعه وكل الدلتا الجديده دي من هذه المياه احنا عندنا ميه بتقدر تزرع لكن لازم نحافظ الميه ولازم يبقى تطوير نظام الري في الدلتا بالذات دي من اهم الحاجات اللي هي طب كلمني على تحديات احنا بنواجهها في ملف تصدير الحاصلات الزراعيه تحديات مش مشاكل يعني ايه عايز اطور فهم المزارع عايز ادور على وسائل نقل اسرع يعني هي دي بالزبط. فرقص بالزبط. على فكره ده احنا وعي المصدر يعني اكيد احنا ما عندناش كقطاع زراعي ما عندناش مشكله في ان الدوله بتسهل عمليه الصادرات ولكن في تحديات زي اي قطاع من القطاعات ال 12 اللي هم المجالس التصديريه ال 12 مجلس البتروكيماويات والحاصلات الزراعيه والصناعات الغذائيه والطبيه والمواد البناء دول اللي بيعملوا لنا 52 مليار دول اللي بيعملوا اللي الرئيس عايز يعني يرفعهم ل 100 بالظبط فانت هو وعد الحكومه 2025 انها تجيب ال 100 مليار ان شاء الله ان شاء الله عايز طبعا مجهود وعايزه يعني دراسه كل قطاع مشاكله ايه ونقدر المنافسه بره شديده قوي اكيد يا فندم اكيد بالذات في يعني في الزراعه احنا تقريبا بقينا يعني منافسين حقيقيين لدول كثيره يعني هقول لحضرتك على حاجه مثلا احنا صدرنا السنه دي لاسبانيا 150 الف طن برتقان من السنة اذا كان هي اساسا بتصدر برتقان وعشان كده اعرف بقى يعني ولا خدت منك وصدرت لا بقى هي حديقه اوروبا ممكن تبقى تاخد مني وتصدر للدول الاوروبيه اللي جنبيها يعني معنى احنا بنصدر لكل الدول الاوروبيه المانيا وانجلترا وكل الدول ديت يعني احدى الناس في البرلمان الاوروبي يعني بعتوا لي حاجه كده بيقولوا لي احنا احدى الناس اللي هناك في المجلس في البرلمان تقدموا بطلب بيقول لك خلي بالكم ان مصر دلوقتي صدرت موالح كميات ضخمه لاوروبا وده اغراق وده ليس هناك احترام ل اللي هي منظمه العمل الدوليه لازم نعمل رسوم اغراق لازم مش عارف ايه بس ما حصلش حاجه يعني لكن بقول لحضرتك من 15,000 طن ل 150,000 طن تركيا السنه دي كميات ضخمه جدا صدرناها لها كل ده يعني انا اعتقد ان قد يكون التغيرات المناخيه قد يكون الـ 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 لكن احنا طبعا تاثرنا بالتغيرات المناخيه اكيد وحتى الجوده بتاعه البرتقال السنه دي ما كانتش بالقدر المانجا حصل فيها موسم تراجع يعني تراجع فانا بالنسبه لي او دايما بشوف ان القطاع بتاعنا ده من اصعب القطاعات مش مكنه بحط مش عارف في الخشب بيطلع كرسي المنتج المصري بقى ليه اسم عالمي من الحاصلات الزراعيه ده اكيد يا فندم اكيد بقى ما يعني لما اخش السوبر ماركت في اوروبا الاقي المنتج المصري هو عليه من فتره طويله الحقيقه يعني لكن احنا بنحاول نجيب الاصناف الجديده اولا بنحاول زي ما حضرتك قلت عمليه نرشد الفلاح ايه الممارسات الزراعيه الجيده
التوعية للمصدرين، واحنا عملنا في كمجلس تصديري بقى عملنا ندوات كثيرة جدا لتدريب المصدرين، معاملية المستلزمات اللي تبقى موجودة، التشريعات بتاعت كل دولة عايزة ايه، المتبقيات، لان المتبقيات المبيدات في كل دولة مختلفة، فبالتالي بنقدر نديلهم بعض الارشادات في هذا المجال. والحقيقه الدوله برضو بتساعد قوي في ارشاد زراعي، وفي جمعيات كثيره زي جمعيه اللي هي مثلا برضو بتدي ارشادات للمزارع والمصدرين. طب كلمني عن البحث العلمي انا اعرف ان مركز البحوث الزراعيه دي له تاريخ وباع طويل في استنباط اصناف. يعني بص حضرتك، البحث العلمي ليه ما بناخدش جزء من الصادرات الفلوس دي ونطور البحث العلمي الزراعي والكلام ده؟ لا هقول لحضرتك على حاجه. الحقيقه الفتره الاخرانيه دي كان اول حاجه عملوا مشروع قومي لانتاج بذور الخضر بشكل كبير جدا، واحنا كنا دايما متفوقين في الانتاج واستنباط الاصناف الجديده من السلع الاستراتيجيه، الرز والقطن والقمح. القمح اصبح دلوقتي بيدي حوالي 20 ارداب، وفي وصل 24 في بعض الاماكن، في بعض الاماكن 24. يعني في حركه في الاستنباط. والحقيقه الدوله المركز بتاع الزراعه، مركز البحوث الزراعيه، عمل شغل كبير جدا في هذا في هذه المجالات، يعني اللي هي السلع الاستراتيجيه بشكل عام. زائد الدوله بقى في الفتره اللي فاتت الحقيقه لازم نقول عملت ايه للفلاح الفتره السابقه، السنه اللي فاتت او السنه اللي قبليها. اول حاجه ارتفاع رفع سعر الارداب القمح، رفع سعر طن البنجر وقصب السكر والفول الصويا والذره عشان الناس تتشجع، ورفعته اسعار جيده جدا للفلاح، واسقاط بعض الديون الفلاحين الصغيرين. الحقيقه في شغل الدوله، اهتمامها بالفلاح واهتمامها بهذا القطاع، اعتقد ان هي يعني في رايي ان هي باشياء هي دي اللي خلت لك الصادرات تزيد. يعني اكيد يعني بشكل اساسي. طيب انا تصورت ان احنا وعلى مدار سنين البذور اللي بنزرعها دي بذور مصرية، لكن فوجئت ان احنا بنستورد منذ عدة سنوات من الصين بذور مليون دولار كنا نستورد يا فندم. وان البذور اللي بيدوها لنا هي الزرعة واحدة. يعني ما هو بص يا فندم، هي دي بقى دي هم لهم حق فيها. كل البذور الهجين، انا رغم مش متخصص قوي في زراعة، ولكن الـ كل البذور اللي في العالم كله اللي بيسموها المهجنة دي ما تزرعش غير مرة واحدة، لانك انت لو زرعتها مرة تانية ما تديلكش انتاج. ده في العالم كله كده. يعني احنا حتى المشروع القومي لانتاج الخضر دلوقتي نفس الشيء، انك انت بتزرعه كل ما بتزرع بذور فريش، يعني مثلا زي القمح اللي دلوقتي بنتقاوي القمح، كانت الفلاح بيكسر عنده بالقمح عنده وبيزرع. دلوقتي كل الدوله دلوقتي بقت مسؤوله عن توفير تقاوي القمح بنسبه 100% للفلاح، وبالتالي الانتاجيه بتاعته بتعلى اعلى من ان هي يكسر عنده ويخلي شويه تقاوي عنده وبعدين يزرعهم السنه الجايه. فدي حاجات كلها، كل الحاجات دي عشان انتاجيه افضل، سعر افضل للفلاح، تقليل الفجوه اللي احنا بس نقلل شويه في التزايد السكاني اللي احنا. طيب هل كل ما نصدره للخارج اورجانيك يعني بدون كيماويات؟ الاورجانيك تقريبا احنا بنصدر حوالي 200,000 طن اورجانيك. 200,000 طن اورجانيك من اجمالي من 5.5 مليون طن مش اورجانيك تقريبا. يعني يعني احنا بنصدر حصرات زراعيه 5.5 مليون طن طازج، 5% بس منها اورجانيك. بالظبط، اصل الاورجانيك كان زمان سعره اعلى كتير قوي عن البتاع، ما حدش بيقبل عليه لانه بيدي تلت انتاجيه الفدان. بالظبط، ما بقاش قوي، حتى الفرق في السعر في بره ما بقاش كبير قوي بالشكل اللي كان زمان فيه. لكن طبعا دلوقتي بيستخدموا بقى، يعني حتى عشان مشكله المبيدات والتحدي الاساسي بتاع المبيدات، بيزرع في انتاج بقى مبيدات عضويه، يعني ممكن ترش النهارده وتزرع وتحصد تاني يوم، ودي عاده المبيدات العاديه لازم ترش النهارده لازم تحترم بقى فتره الامان اللي هي بتاعه الجمع. يعني مثلا في مبيد يقول لك ما تجمعش غير بعد اسبوع من الرش، مبيد 15 يوم من الرش، وهكذا. ففي بقى بعض الاصناف زائد انك انت بدأ في مزارع كتير بتنتج حشرات نافعه. حشرات نافعه ايه؟ كل حشره ضاره
لها حشره نافعه، في بدات مراكز لانتاج الحشرات النافعه وتطلقها في الفتره الـ 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 الفتره اللي هي محتاجين فيها انها تنزل المزارع. يعني انا بقي لي 4 دقائق مع الفقره مع سيادتك، ومستمتع طبعا بكل المعلومات اللي بتقدمها لي. كلمني عن الخطط المستقبليه لمجلس الصادرات السلعيه الزراعيه، عايزين السنه الجايه تصدروا بكام بعده بكام؟ 2 ابرز التحديات، حضرتك ذكرت تحدي واحد. اول حاجه النقل السريع. تاني حاجه بتحلوه دلوقتي؟ نعم بنحله الحقيقه مع الفريق كامل، عامل معانا مجهود جامد جدا. الفريق كامل وزير؟ ايوه. عشان انتوا كل الصادرات لافريقيا طيران؟ لا افريقيا دي بتمثل 2% من صادراتنا. عشان لكن بشكل اساسي لكن جنوب اوروبا؟ جنوب اوروبا وشمال اوروبا معظمها 50-60 ألف طن بالطيران. بالطيران. ودي طبعا اسعار غاليه جدا وبيعلق السعر. طب بتعرف تنافس وانت بتنقل بالطيران؟ لا بقى بيبقى في الفتره بتاعت في شهرين ونص عندنا ما هم ما بينتجوش قوي، يعني انتاجهم اقل مننا. فبنقدر نخش في الفتره دي الفاصوليا والبصل والبصل الاخضر فبيتحملوا السعر العالي بتاع اول ما هم يبتدوا ينتجوا شويه بنوقف احنا خالص، كارثه. عشان كده المركب السريع دي هتخلينا نقدر نصدر كميات ضخمه من الـ من الـ من الـ من الخضار سريع التلف، وهتفيد جدا بقى الصوب الزراعيه اللي هي المشروع. ما نقدرش نعمل حاجه فيما يتعلق بالنقل الجوي ولا يعني؟ لا صعب قوي، يعني احنا عندنا 3 أو 4 طيارات كارجو اللي هي بتشيل الحاجات دي، لكن طبعا دول زي الامارات عندها 20 طياره كارجو، وساعات بنأجر منهم طبعا. قطر عندها اعداد كبيره. النقل البحري مقارنه بالنقل الجوي كم في الميه؟ لا النقل البحري 95% بحري. لا مش اقصد يعني لو الطيران بيكلف لي $1000 النقل البحري يكلف لي لا لو بيكلفك السنه اللي فاتت مثلا كان حوالي $2 للكيلو في الـ في الـ في البحر كلفك مثلا 40 سنت او 50 سنت. طيب نرجع للتحديات النقل. النقل الرقابه على المبيدات، لان انت عندك 10,000 محل مبيدات بيبيعوا مبيدات، لازم الترخيص ولازم الاشراف عليهم، ودي لازم يبقى في دعم من الدوله او من وزاره الزراعه على لجنه المبيدات في عملية الإرشاد الزراعي بالنسبة للحصرات الحصرات البستانية والحصرات الزراعية. لازم يبقى في إرشاد وتوعية بصفة مستمرة للفلاح الصغير اللي هو ممكن يبقى عنده 10 فدادين 5 فدادين فدانين ان هو يقدر ان هو يحسنه. وبعدين برضو عندنا من الحاجات الاساسيه دلوقتي اللي ان شاء الله هتتم هذه الدوره في مجلس النواب تحديث قانون الزراعه، لان في حاجات كتير. قانون الزراعه ده من سنه 1966 ففي حاجات كتيره جدا ما اتغيرش. لا ما اتغيرش، المفروض بقى هم شغالين عليه. وبعدين تعديل قانون التعاونيات، التعاون الزراعي والتعاونيات دي برضو من الحاجات الاساسيه اللي هي هتفرق جامد جدا في الفترات اللي جايه. التعاون الزراعي والجمعيات الزراعيه دلوقتي يعني دورها اصبح يعني ضعيف جدا بالنسبه للفلاح. يعني لازم تقوم، كان عندها مستلزمات انتاج زمان، عندها تقدر تجمع مساحات في الفتره الحاليه، واللي يقول لك اللي عنده بس يجمع 100 عشان تقدر تستخدم مكانه بدلا من قيراط وقيراطين وثلاثه وفدان. الخطط المستقبليه للمجلس. الخطط المستقبليه ان احنا نقدر نجيب ونشجع الناس وان هي تجيب الاصناف الجديده اللي هي تعلي بيها قيمه الصادرات. يعني تعلي قيمه الصادرات بمعنى ايه؟ انك انت الفدان مثلا العنب اللي هي مثلا التومسون بتاع زمان ده ب $1,500 تقدر تجيب اصناف تانية تقدر تصدرها ب $3,000. ايضا زياده الصادرات مش دي تفتح لي ابواب عمل لخريج كليات الزراعه اللي بيعانوا البطاله؟ ده اكيد، بس انت لازم انك انت تغير بعض المناهج في كليات والمدارس الزراعيه. بتطلبوا ده؟ بنطلب طبعا، لانك انت عايز واحد، ما انت عندك مشاكل في العماله ساعات في الزراعه للكوادر. يعني انت لو قدرت انت كنت تغير المناهج بحيث ان هو يفهم ويعرف كل حاجه نظريا وكل حاجه، لكن بقى الشغل نفسه كصوب زراعيه ما كانش فيه زمان اسماك، ما كانش فيه يعني زراعه حديثه، كل الكلام ده كله عشان تقدر انك انت بعد ما يخلص في الجامعه او المدرسه يقدر يشتغل على طول في المزارع. المزارع بتحتاج كميات كبيره، يعني احنا بنستخدم اعداد هائله من العماله سواء للجامعه او سواء للزراعه او سواء للنظافه، كل الحاجات دي بنستخدم اعداد كبيره جدا من العماله الحقيقه. فاكيد لكن تطوير المناهج تطلع لك خريج كليه زراعه يعني يقبلوا سوق المحلي.
في حاجه عايز تضيفها ولا بختم؟ لا يا فندم انا مش عارف اقول، انا ضفت كل حاجه ويعني ودايما حضرتك بتخلي الواحد يقول اللي هو عنده. اشكرك اشكرك، امتعتني بمعلومات، ربنا يخليك. بشكر في نهايه لقائي استاذ عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعيه، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا فندم، ربنا يخليك. بعد الفاصل هيشرفنا الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه. شكرا يا فندم. طلعت البداية في الانتخابات الرئاسية بصورة أو بأخرى علينا في المصرف فندم، تابع حدث مفروض أنه هو حدث مهم، اختيار رئيس مصر القادم. في كل حلقة هيبقى لنا زاوية بنتناول فيها هذا الحدث. النهاردة عايز أتكلم مثلا عن المقاطعة مثلا، هل المقاطعة تفيد اللي يقاطع؟ هل في تجارب دولية في المقاطعة كان لها تأثير؟ العالم شايف الانتخابات في بلدنا ازاي مثلا؟ وهل اختيار رئيس مصر القادم بيبقى محل اهتمام دولي ولا يقول لك مش فارق معانا عالميا؟ حاجات زي كده وأسئلة أكتر هنعيشها مع ضيفي الدكتور بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مساء الخير. مساء الخير يا استاذ محمد على حضرتك وعلى الساده المشاهدين، وكل عام والجميع بخير بمناسبتين، المولد النبوي الشريف وانتصارات اكتوبر المجيده اللي دايما بتاكد لنا انه لا مستحيل امام الايمان والاراده وتطوير الاداء. نذهب الى الانتخابات الرئاسيه، وهل انت متابع مثلا متابعه الاعلام الدولي للانتخابات المصريه؟ وهل الانتخابات المصريه على مقعد الرئاسة حدث يهتم بالعالم؟ من المؤكد أن كل ما يخص الشأن المصري هو موضع اهتمام عالمي. الجيوبوليتيك المصري أو موقع مصر كقلب العالم، ملتقى ثلاث قارات، أفريقيا وأسيا وأوروبا، قناة السويس، جوار مصر لإسرائيل، أن هذه الدولة أنشئت إلى جوارنا، كل ده جعل مصر موضع اهتمام عالمي اقتصاديا سياسيا ثقافيا جيوسياسيا. وبالتالي لما تتحدث عن اختيار قائد هذه الدولة العالم يترقب، لانه رئيس الدولة في مصر وفقا للدستور يتمتع بصلاحيات واسعة، لانه النظام السياسي في مصر هو اقرب الى النظام الرئاسي الذي يتيح للسلطة التنفيذية التي يترأسها رئيس الدولة صلاحيات هائلة في اتخاذ القرارات، وبناء عليه السياسة الداخلية والسياسة الخارجية يلعب رئيس الدولة فيها دورا محوريا. فالعالم يترقب الوجهة التي تنتهجها مصر بعد هذه الانتخابات، علاقتك بإسرائيل هتبقى عاملة ازاي، علاقتك بالولايات المتحدة، بالاتحاد الأوروبي، بجيرانك العرب، بأفريقيا، بشرق المتوسط، الهجرة غير النظامية، الإرهاب، ملفات عديدة أنت منخرط فيها بشكل أساسي ولاعب محوري فيها، يتأثر سلوكك وسياستك في كل هذه الملفات بشكل القيادة السياسية، تفكير القيادة السياسية، توجهات القيادة السياسية. لذلك العالم يراقب ويترقب إلى أين تتجه مصر بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة. زيادة المرشحين، عدد المرشحين على مقعد الرئيس، مش ده بيدي زخم للانتخابات عكس ما يكون بين اتنين مرشحين فقط؟ هناك مؤشرات عديدة لنزاهة العملية الانتخابية وصدقية العملية الانتخابية. اتفق الباحثون في علم السياسة على مجموعة من المعايير أبرزها اللي حضرتك أشرت إليه، وهو أن يكون في حرية لمن يريد التقدم للترشح، أن لا تكون هناك صعوبات غير موضوعية. يعني لو واحد تتوفر فيه كل الشروط وواجه صعوبة في الترشح يبقى في مشكلة، لكن أن يكون في تنوع وتعدد في المرشحين هذا أمر إيجابي للغاية. الأوقع منه أن تدار العملية الانتخابية بطريقة نزيهة، سواء في مسألة الترشح، الاقتراع، الفرز، إعلان النتائج، الطعن على النتائج، تمكين المرشح من أنه يتقلد منصبه ويمارس مهامه. الأوقع من كل ذلك المشاركة،
نسبة المشاركة السياسية، المشاركة للناخبين، المشاركة للناخبين نعم، لأنه الترشح مشاركة. المشاركة عند مستويين، أن تكون مرشحا سواء في انتخابات رئاسية أو برلمانية أو محليات. المستوى الثاني من المشاركة أن تكون ناخبا مصوتا، طالما أنه أدرج اسمك في سجلات الناخبين لا تفرط في هذا الحق أنك تكون ناخب مشارك. كلما ارتفعت نسبة المشاركة السياسية بالتصويت أو المشاركة التصويتية، كلما يعني عكس ذلك وعيا سياسيا، حيوية سياسية، نزاهة للعملية الانتخابية، لأنه مشاركة زيادة معناها ثقة في العملية الانتخابية في نزاهتها، وثقة في جدوى التصويت، إن أنا صوتي بيأثر، صوتي ممكن يغير، وبالتالي بترتفع نسبة المشاركة. تلاقي العالم بيهتم جدا كم نسبة المشاركة في هذه الانتخابات. تركيا كانت بتتباهى على سبيل المثال في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ببلوغ نسبة المشاركة 89.4%، الأعلى عالميا على الإطلاق. أعلى دولة في العالم في نسبة المشاركة السياسية كانت تركيا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وبالتالي يعني لأن كان في حدة بين المرشحين، يعني نعم كان في تنافس وثقة في إجراءات العملية الانتخابية، وبالتالي أنت عندك معايير عديدة تقيس من خلالها. سؤال حضرتك كان واضح في مسألة تعدد المرشحين، بالفعل هذا أحد المؤشرات التي تعكس نزاهة وقوة وصدقية العملية الانتخابية. حضرتك حريص على ان الناخب المصري ينزل ويدلي بصوته ايا كان رأيه، نعم، بس البعض وبتسمع اصوات بتقول لا انا هقاطع الانتخابات دي ما فيهاش المرشحين اللي انا عايزهم او كده، تقول ايه لمن يريد ان يقاطع؟ في علم النظم السياسية هناك مدرستان، المدرسة الاولى ترى ان المقاطعة سلوك سياسي او سلوك تصويتي، بمعنى انه انا هقعد في البيت ومش هروح يبقى انا كده ليا موقف سياسي وهو المقاطعه. الحقيقه دي مدرسه قديمه في العلوم السياسيه وتحديدا في علم النظم السياسيه. المدارس الحديثه تقول انه هذا ليس موقفا سياسيا وانما هو سلبيه سياسيه، من الافضل ان تشارك وان تعبر عن رفضك للعمليه السياسيه من خلال اما اني انتخب مرشح معين وارفض الاخرين او اني ابطل صوتي، يعني اروح واعمل اي حاجه تؤدي الى ابطال هذا الصوت. حدث ذا في الانتخابات الماضيه وقبل الماضيه، وكان عدد الاصوات الباطله اعلى من ما حصل عليه احد المرشحين. طبعا ده مؤشر خاطئ لازم نقف عنده، يعني معنى كده ان في ناس كتير رافضه العمليه الانتخابيه راحوا، بس لما يكون عدد الاصوات الباطله بنسميها الاصوات الباطله، واحد علم على كل المرشحين، واحد ساب الورقه فاضيه، واحد كتب رايه، كل ده ممكن يبطل التصويت، لكن بيظل في النهايه موقف سياسي. المقاطعه معهد بروكنجس، ده معهد شهير جدا جدا للدراسات السياسية، عمل دراسة يا أستاذ محمد سنة 2010 على 141 إجراء انتخابي أو عملية انتخابية حول العالم، برلمانية ورئاسية ومحلية أو بلديات، ودرس المقاطعة في هذه الانتخابات هل كانت إيجابية ومفيدة أم كانت سلبية، ودرس فترة زمنية من 1990 ل 2009 سنة قبل إجراء الدراسة، وتبين من خلال هذه الحالات اللي تم دراستها انه في كل هذه الحالات ال 141 حول العالم المقاطع لم يكن مستفيدا من المقاطعه، كانت المعارضه اللي بتقاطع في ال 141 حاله 100%. هو اللي بيقاطع ليه يا استاذ محمد؟ اولا ما عندوش ثقه في العمليه الانتخابيه، طلب ضمانات لم تتم، مش عاوز العمليه تنجح، عنده امل ان المقاطعه تؤدي الى ممارسه ضغوط على السلطه فتستجيب لمطالبه، ان يكون في رقابه دوليه، انه يفسح المجال اكتر، وعنده امل ان المقاطعه تجبر النظام على مزيد من الانفتاح السياسي والتحول الديمقراطي. طيب ال 141 حالة اللي درست سياسيا اثبتت انه المقاطعة ادت الى التالي: واحد، خسرت المعارضة مساحة من التأييد الشعبي في الشارع، لما غابت الناس نسيتها، المعارضة مش موجودة، مش بتتفاعل، مفيش برنامج انتخابي، مش بينزل في وسط الناس ويقول لهم انتخبوني انا عاوز اعمل كذا وكذا، وبالتالي زاد غياب ويعني اختفاء المعارضة السياسية في الشارع. الحاجة الثانية، النظام اللي هو عاوز يهز شرعيته اكتسب شرعية اكثر لانه عمل انتخابات دورية، لانه من بين مؤشرات الديمقراطية دورية الانتخابات، انها تعقد تجرى بانتظام وبشكل دوري، ما تجيش مرة تقول لي انا مش عامل انتخابات ومكمل،
كده يبقى في خلل في الممارسة الديمقراطية في الشرعية وفي الشرعية أيضا. الحاجة الثالثة بقى اللي حضرتك قلتها دلوقتي هي الشرعية، إنه النظام اكتسب مزيد من الشرعية، مزيد من الصدقية، تقارب أكثر مع الشارع، بينما غابت المعارضة، وبالتالي لم تكن المقاطعة مفيدة بأي حال من الأحوال، وإنما المشاركة والانخراط، وخاصة إنه المعارضة أحيانا ما تشكو إنها مغيبة، مش واخدة فرصتها، في تقييد أو ضغوط عليها. لما بتتاح فرصة زي الانتخابات أنت قدامك فرصة للتواصل مع الجماهير، لعرض أفكار، حتى للمطالبة بمزيد من الانفتاح ورفع القيود، لكن الغياب يفقدك هذه الفرصة التاريخية. كباحث وخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، ايه اهم الضوابط اللي احنا لازم نحرص عليها لضمان خروج العملية الانتخابية بشكل ديمقراطي سليم؟ برضو هجاوب من علم النظم السياسية، في توافق بين خبراء السياسة وبين المدارس السياسية على مجموعة من المعايير اللي على أساسها أقدر أقول الانتخابات دي نزيهة، معبرة، ديمقراطية ولا عكس ذلك. أبرز هذه المعايير والمؤشرات حرية الترشح، حرية الدعاية الانتخابية، أن لا تكون هناك قيود في إجراء العملية الانتخابية سواء على المرشح أو المصوت، أن يكون عندي سهولة وسيولة في الوصول إلى مقر الانتخابية، لا أتعرض لأي ضغوط من أي نوع. الدعاية الانتخابية كل فرد، كل مرشح يحصل على حصته من الدعاية الانتخابية ولا يتم التضييق عليه بطريقة أو بأخرى. أن تكون هناك رقابة على هذه العملية من لدن سلطة موثوق بها زي القضاء، واحنا عندنا الهيئة الوطنية للانتخابات الحقيقة، وفي عندنا انجازات مهمة في هذه الانتخابات يا استاذ محمد. اول شيء الرقابة القضائية الكاملة على هذه الانتخابات، اشراف قضائي كامل على كل مراحل العملية الانتخابية، التحضير، الاختراع، اعلان النتائج والفرز، ثم الطعون، تلقي الطعون في العملية الانتخابية واعلان المرشح. الحاجة التانية، كان عندنا مشكلة مزمنة في كل الانتخابات، احنا عارفين انه في هجرات داخلية في مصر، الناس بتيجي من محافظات الصعيد وبعض محافظات الوجه البحري، تستقر في القاهرة في الاسكندرية، ناس بتروح تشتغل في شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، فموطنه الانتخابي انت المفروض بتصوت بناء على العنوان اللي مكتوب في رقم القومي بتاعك او بطاقة الهوية بتاعتك. لو انت مش موجود في المكان اللي مثبوت في البطاقة لا يحق لك التصويت. المرة دي الهيئة الوطنية للانتخابات اصدرت شيء رائع، وهو ان يحق لاي واحد يصوت في اي مكان دون التقيد، حتى لو اسمه مش مكتوب في، حتى لو اسمه مش مدرج في سجلات الناخبين في هذا المكان. طبعا دي تفرق فيه يا استاذ محمد، انا عندي اكتر من 7 مليون مواطن مصري يحق لهم التصويت لا يصوتون بسبب هذا العائق، يبقى انت خسرت 11 او 12% من الكتله التصويتيه بتاعتك. احنا عندنا كم واحد بيصوتوا في مصر؟ 65 مليون مواطن من اجمالي 110 مليون حق، هؤلاء لهم حق التصويت ومسجلون في الجداول الانتخابيه. تخيل حضرتك لو 7 او 8 مليون منهم خرجوا بره ال 65 مليون لسبب بسيط، انا موجود بس ما اقدرش اصوت، لانه علشان اصوت اروح اسيوط او هروح المنصوره مش هروح، او هروح مرسى مطروح، يبقى مش رايح ومش هصوت. فانت عملت ضخيت في دماء العمليه التصويتيه 7 مليون على الاقل، فده انجاز مهم جدا. الحاجه الثالثه مساله الاشراف والمتابعه، سمحت ل 50 منظمه من منظمات المجتمع المدني، دي بنسميها المتابعة غير الرسمية أو الرقابة غير الرسمية، لأنه الرقابة والمتابعة الرسمية الهيئة الوطنية للانتخابات، دي بتضمن الهيئات القضائية كلها ممثلين ليها بتشارك وتشرف على هذه العملية. طب المتابعة غير الرسمية أو الرقابة غير الرسمية بتتمثل في منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة، انت سمحت بشكل كبير جدا هذه المرة بالمشاركة لهؤلاء، وبالتالي انت عملت إنجاز مهم للغاية. يبقى إشراف قضائي كامل، عندي سماح للمغتربين أو الوافدين أنهم يصوتوا، وده قلت 11 إلى 12% من الكتلة التصويتية. الحاجة الثالثة السماح بتوسيع وعاء الرقابة والمتابعة على العملية الانتخابية، وده أمر مهم وبيعطي صدقية وثقة أكتر في العملية الانتخابية. الخمسين مؤسسة حقوقية اللي هتراقب دي كلها مصرية ولا في عربي أو دولي؟ في منها عربية وفي منها دولية، يعني انت المره دي فاتح الباب امام المتابعه، يعني دايما الناس بيحبوا فكره المتابعه او مصطلح المتابعه اكثر من الرقابه، فانت سمحت بمؤسسات عربيه وسمحت ايضا بمؤسسات اجنبيه، وبالمناسبه لا غضاضه، يعني ما حدش يقول ان ده في مساس بالسياده
او انه حد يقول ده في تدخل بالظبط. امريكا نفسها ودول الاتحاد الاوروبي بتدعو باحثين، واحنا رحنا راقبنا وتابعنا انتخابات في مناطق كتير في العالم ولا علاقة له بالسيادة. حتى مسألة فكرة السيادة اتغيرت في العلاقات الدولية. يعني جان بودان ده من احد ارباب الفكر السياسي في عملية السيادة. كان زمان في تشدد في فكرة السيادة، ممنوع ممنوع ممنوع، حفاظا على سيادة الدولة. النهاردة المنظمات الدولية بتتدخل في الدول لحماية مواطنين، لحماية المرأة، لحماية أقليات دينية، لحماية طوائف بعينها. فكرة السيادة بقى فيها سيولة إلى حد كبير، فإنك حد يتابع الانتخابات لا مساس بالسيادة على الإطلاق، ولا يعتبر تدخل في الشأن الداخلي طالما ظل ملتزما بالقواعد والضوابط القانونية التي تنظم هذا الأمر. هل ترى أن السياسة الخارجية للدولة المصرية في الانتخابات الرئاسية القادمة هتبقى حاجة يعني ليها أهمية عند الناخب؟ الانتخابات حول العالم يا أستاذ محمد ظاهرة محلية بالأساس، دوماستيك. يعني القضايا الدوميستيك أو المحلية هي محط اهتمام الناخب حول العالم بالمناسبة. تمام. يعني مش هنقول ان مصر، ان الناخب المصري هو بدعا من الناخبين حول العالم، وإنما كل ناخب حتى أمريكا. يعني واحنا فاكرين الشعار الشهير ايكونومي فول، لما الرئيس الامريكي جاء بعد حرب العراق جورج بوش وقال لهم لقد اسهمت في تدمير التهديد العراقي على حسب ما كان بيسميه، فقالوا له ايكونومي فول، وفشل في الانتخابات الرئاسيه اللي اجريت بعد كده، لانه المواطن بيهتم دايما بالاوضاع الاقتصاديه، بالاوضاع المعيشيه، بالاوضاع الامنيه. ده ديدا الناخب على مستوى العالم. طيب هل السياسه الخارجيه يتم تجاهلها تماما؟ لا طبعا، لانه السياسه الاقتصاد في اعتماد متبادل وارتباط عضوي بين الاثنين. النهاردة الحروب اللي بتحصل في العالم بتأثر على الاقتصاد. صحيح. كورونا والجوائح الوبائية بتأثر على الاقتصاد. التغيرات المناخية بتأثر على الاقتصاد، وبالتالي بتأثر على السياسة. فعلشان كده السياسة الخارجية حاضرة ايضا بشكل كبير، لان انت عايش في عالم، احنا مش عايشين لوحدنا في مصر، احنا عايشين في كوكب متداخل ومترابط، ولا زالت العولمه موجوده. النهارده الرئيس اللي عايز يترشح او المرشح الرئاسي بقول له طبعا هتعمل ايه في الاقتصاد، هتعمل ايه في الاسعار، الاوضاع المعيشيه، الاوضاع الامنيه، التعليم، واحنا في مصر محتاجين وقفه مع التعليم. طبعا ده مش مجاله، لكن وضع التعليم في مصر حتى الان لا زال بحاجه الى وقفه ومراجعه. ملفات عديده نتكلم فيها، الصحه وغيره، لكن برضو السياسه الخارجيه هتعمل ايه في سد النهضه؟ هتعمل ايه الامن المائي لمصر؟ هتعمل ايه في الامن الغذائي للدوله المصريه؟ هتعمل ايه في امن الطاقه؟ علاقتنا باسرائيل، علاقتنا بالاتحاد الاوروبي، اللي بيحصل في ليبيا، اللي بيحصل في السودان، حدود مصر لاول مره في تاريخها كلها في مختلف الاتجاهات الاستراتيجيه ملتهبه. يعني في ليبيا 1340 كيلومتر، انت لازم تكون حذر ودقيق وتعمل متابعه دقيقه، لان الحدود دي ممكن يجي لي منها ارهاب، يجي لي منها سلاح، والقوات المسلحه، ويجي لي منها عناصر ارهابيه بضربه. النهارده العناصر الارهابيه بتعمل ايه؟ الارهاب دايما يا استاذ محمد بيدور على المناطق الرخوه او الرماديه. يعني ايه مناطق رخوه ورماديه؟ اروح دوله سياده الدوله ضعيفه، الاجهزه الامنيه مهتزه، القبضة الأمنية مش موجودة، يبقى هو ده المكان الملائم والمثالي للتنظيمات الإرهابية. أقدر أتموضع وانتشر وجند ناس وأعمل مراكز تدريب واحتل أراضي. مش بس احتل أراضي، احتل موارد طبيعية، بير بترول أو مصفاة للبترول، منجم ذهب، منجم ماس على سبيل المثال، وده حصل في الدول الأفريقية وبيحصل في دول مجاورة. فتلاقي إنه لو أنت مش مركز وصاحي لحدودك كلها، ممكن تبقى هذه الحدود معبر للإرهابيين، معبر للجريمة المنظمة، معبر للسلاح، معبر للعناصر الخارجة على القانون، فأنت لازم تكون يقظ في كل هذه الملفات. النهاردة العالم بيتغير، تظهر تكتلات جديدة، الثقل العالمي بيتجه من الغرب إلى الشرق. احنا شايفين بريكس وشنغهاي، صعود الصين وروسيا وصعود الهند. انت هتعمل ايه مع كل هذه الملفات؟ وكيف تساعد على تموقع مصر او تموضع مصر في المكانة التي تضمن لها وضعا اقتصاديا وامنيا وسياسيا مريحا؟ فالمرشح الرئاسي لازم يجي لي باجندة متكاملة وتصور متكامل لكل هذه الرؤى من كافة الجوانب، داخل، خارج، علاقات دولية، سياسة خارجية، امن، اقتصاد، سياسة، تعليم، صحة، ثقافة. قوة مصر الناعمة، هتعمل ايه في قوة مصر الناعمة؟ هتعيد احياء هذه القوة الناعمة، ولا انت ما عندكش ادراك لهذا الامر؟ وبالتالي كمرشح رئاسي لابد وان تكون على مستوى الحدث وعلى قدر المسؤولية. في المقابل إيه ترى ايه اهم ملف بيشغل بال المواطن او الناخب
المصري النهارده وراح يصوت؟ ايه الملف الاساسي؟ الاقتصاد. الاقتصاد لا محاله. يعني المواطن النهارده علشان يروح يصوت او علشان يشوف مجموعه الناخبين المرشحين قدامه بيشوف كل واحد هيعمل له ايه. يا ترى هذا المرشح هو اللي يقدر. حضرتك في الفقره الاولى انا تابعتها ان بنتكلم عن اسعار الخضار والفاكهه والمواد الغذائيه والطفره اللي عماله تحصل، وحضرتك اشرت في الانترو في البدايه انه في تراجع وهذا حقيقي في اسعار المواد الغذائيه عالميا، لكن في صعود في مصر. المشكله فين؟ انا عاوز حد يقف عند هذا التحدي. هل هي مشكله رقابه، مشكلة سياسات أسعار، جهاز حماية المستهلك؟ إزاي أسعار الغذاء في العالم بتتراجع وهي عندي في صعود؟ يعني هذه معضلة، من اللي يقدر يتعامل مع هذه المعضلة؟ وبالتالي الناخب هيروح يصوت وفي ذهنه مسألة المطعم. يعني حتى القرآن الكريم لما تعامل مع هذا الأمر قال لك الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يبقى مسألة الأمن الغذائي بتسبق حتى الامن بمفهومه التقليدي. وده دايما ان المواطن في العالم كله حكومات ممكن تسقط بسبب الاوضاع الاقتصاديه. طيب. يعني وحصل مع رؤساء كتير جدا كانوا ناجحين على مستوى السياسه الخارجيه بالمناسبه، ولكن القضايا الاقتصاديه ضربتهم في مقتل. طيب هل الاقتصاد ينفع المؤشر الوحيد لتقييم مرشح رئاسي سواء كان في السلطه ويترشح تاني او هيترشح لاول مره؟ هو الاهم والابرز لكنه ليس الوحيد. بس كل الناخبين في العالم المحور الاقتصادي مؤكد. ده يعني السياسه اللي هو محلي. الاسعار اخبارها ايه؟ زياده المرتبات. نعم. يعني التعليم، فرص العمل والتعليم والصحه والخدمات والتامينات. كل والناخب الامريكي كده ولا في الدنيا في مهتم لا ده انا بقول دوله رقم واحد لا العالم. اصل الناخب السياسه لها تعريفات متعدده. يعني هي فن إدارة الدولة، فن إدارة الموارد، السياسة إنك بتسوس ويسوس بتسوس حياة الناس وتدير حياة الناس. وبعدين الانتخاب معناه إيه؟ أنا بختار إما نائب برلماني أو بختار ناس في المحليات في المجلس المحلي أو بختار رئيس الدولة علشان يوفر لي حياة ملائمة وكريمة. صحيح. أنا بختار المواطن، بختار الناخب علشان ده، سواء كان رئيس دولة أو كان نائب في البرلمان أو كان في المحليات. المعيار اللي بيحكمني إيه؟ المستوى المعيشة بكل جوانبها بقى، صحة، تعليم، أسعار، غذاء، كل مناحي الحياة، ذوي الاحتياجات الخاصة، الناس اللي على المعاشات، كل فئات المجتمع أتعامل معاها وأقدم حلول قدر المستطاع لكل المشكلات والأزمات اللي بتواجه الناس دي. وإلا ليه بنتحدث عن البرنامج الانتخابي؟ علشان كده لما باجي أقيم مرشح مش بقيمه علشان خاطر سنه أو هو راجل وسيم أو متحدث جيد ولا لا. يعني في ناس تقولك أنا هنتخب هذا الرجل أصله قدر يعرض. وبالمناسبة فكرة المناظرات الانتخابية JFK يعني جون كينيدي الرئيس الأمريكي، وده كان ظاهرة في السياسة الأمريكية، نجح بسبب مناظرة. أول مرة يترشح صحفي 42 سنة وله علاقات كده متشعبة في المجتمع، منها علاقات غرامية، وبعدين طالع. فالناس مش عارفة مين ده، صحيح من عيلة كينيدي، عيلة معروفة، لكن في نهاية المطاف طلع في المناظرة تسريحة شعره انه كان إليجنت، كان انيق، وقدر يعرض وجهة نظره بشكل اقنع الناخب الامريكي، وعمل ثورة مفاجأة انه فاز في الانتخابات على رئيس امريكي كان رئيس سابق وداخل لولاية تانية، قدر ان هو يهزمه. ترامب ما كانش مفاجأة؟ ترامب كان مفاجأة لانه من خارج الاستابليشمنت او من خارج المؤسسة. يعني ترامب محسوب على الحزب الجمهوري، لكن دخل من منطق غريب وكان بيخاطب الناس اللي في جوه امريكا والمزارعين. ودي كانت مفاجأة. قدم خطاب مختلف طبعا. يعني قدم خطاب مختلف ترامب، والحقيقة لازال شعبيته حتى هذه اللحظة. يعني انا توقعاتي ان لا ترامب ولا بايدن في الانتخابات اللي جاية. يعني ده هو أعلن أنه هيترشح، لكن الانتخابات الأمريكية القادمة ستكون بلا بايدن وبلا ترامب، سنكون بصدد وجه جديد تماما رئيس لأمريكا في المرحلة اللي جاية. رغم بايدن أعلن أنه يعتزم الترشح، هو يعلن ويقول، لكن أمريكا بحاجة إلى تجديد وجهها لتكون أكثر شبابا. سواء كان بايدن أو ترامب لا يصلح لأمريكا في المرحلة المقبلة. الصين في صعود والهند في صعود وهناك مساعي لتحالفات في شرق آسيا. أمريكا بحاجة إلى أن تعود شابة مرة أخرى كي تواجه التحديات الجديدة. لما كان أوباما 46 سنة، لما عايز أوباما كم؟ 40 موجود سنة. في أمريكا، موجود في أمريكا الآن مرشحين في سن الشباب والحيوية. لو حضرتك تذكر لما كان أوباما بيجي، وأنا شفت أوباما والتقيت مرتين، مرة في أمريكا ومرة في مصر لما جاء جامعة القاهرة، لما كان بيجي يقابل الرئيس مبارك
كان بيطلع كان الرئيس مبارك حضرتك جبت لما كان الرئيس مبارك يبقى فوق ومش قادر ينزل له على السلم وهو ما يطلع بيجري. السلم قفزا كان بيقفز. دي كانت رساله. هو مش عاوز يقول ان انا عندي بقدر اطلع السلم ثلاث سلمات في خطوه واحده. هو عاوز يقول دي امريكا الشابه الفتيه القويه اللي هتظل على راس النظام الدولي لعقود قادمه ولا تراهنوا على سقوط امريكا. اعود على المشهد المحلي في الانتخابات الرئاسيه. ايه كمان مطلوب من اي مرشح للانتخابات الرئاسيه في البرنامج يركز عليه؟ طبعا الى جانب بمعنى لو انت كنت مستشار لاي من المرشحين، اولا اني اكون مدرك للتحديات التي تواجه هذا البلد. نعم. وقبل التحديات ان اعرف قدر هذا البلد، لانه مصر دولة عظيمة وعريقة، ولابد للي يجلس على كرسي الرئاسة ان يكون مدرك لذلك علشان يقدر يحافظ على عظمة هذا البلد. يعني احنا يا استاذ محمد من 150 سنة كان عندنا برلمان ايا كان المسمى بتاعه، مجلس شورى القوانين كذا كذا. من 150 سنة يا استاذ محمد كان عندنا دستور ايا كان مسماه، او دستور او البرلمان في المنطقة كلها، في يعني في ده انت من على مستوى دول العالم الشرق الاوسط وافريقيا، وطبعا الدول العربية ما كانش في دول عربية كتير في الوقت ده. انت كنت بتتكلم في 1870 و76 و1878، وكان عندك برلمان وكان عندك دستور وكان عندك احزاب سياسية وكان عندك عملية سياسية بتجرى. لما يكون 150 سنة من التاريخ السياسي والنهاردة انا قلقان ويا ترى الانتخابات الرئاسية تجرى ولا لا، طب يا ترى الديمقراطية، طب العالم شايفنا ازاي؟ لا، انت بلد عندك تاريخ وارث سياسي عريق تستطيع ان تبني عليه، وعندك بنية تحتية سياسية تستطيع انك تستفيد منها. لازم المرشح الرئاسي يكون مدرك لده، يكون ملم بكل التحديات اللي بتواجه الدولة. يعني المسألة مش مجرد ان انا اطلع اتكلم كويس واظهر في الاعلام واظهر تحدي وان انا قادر على هذا، لابد انت تكون عارف التحديات اللي بتواجه الدولة، تحديات داخلية، تحديات خارجية، تحديات سياسية، اقتصادية، أمنية، ثقافية. يكون عندك تصور للنظام الدولي وللعلاقات الدولية وتطور العلاقات الدولية وشايف العالم رايح فين وازاي اقدر اتعامل مع هذه التحديات، وعارف ان مفهوم الامن يعني ايه امن قومي، وان الامن القومي مش لازم اسمع هذا المصطلح اقول امن قومي يعني حرب وسلاح. المفهوم توسع واصبح له مشارب متعددة. عندي امن غذائي، عندي امن طاقة، عندي امن انساني، عندي امن مجتمعي، يعني عندي امن مناخي، عندي امن بيئي. لازم اكون مدرك لكل هذه التصورات. في نفس الوقت عندي قدرة على تشكيل فريق والعمل مع فريق. يعني ان انا اجي مش معنى ان انا رئيس دولة انا هشتغل لوحدي، عندي تصور المجموعة اللي هتشتغل معايا، الكفاءات، انا محتاج من اللي هيبقى مستشار الاقتصادي الامني. نعم. نعم. في كل المجالات. ويكون عندي بقى تصور لكل مشكلة بتواجه الدولة انا هحلها ازاي. يعني مش ببساطة شديدة ان انا اقول ده انا جاي ولو جيت هغير. ايه يعني ايه التصور بتاعك علشان اعرف التعليم هتعمل فيه ايه؟ يعني احنا عاملين بنجرب في الناس والثانويه العامه الناس عماله تشتكي والجامعات، انا عايز اقدم تصور التعليم يبقى كرياتيف، يبقى اعمل عقليه ابداعيه نقديه. ازاي الطالب عندي من مراحل مبكره يتعلم التفكير والنقد وانه يقدر يدير حوار وانه يقدر يعمل برزنتيشن او عرض لفكرته وانه يبقى عنده قدره على الابتكار. المعامل في المدارس على سبيل المثال، عجز المدرسين، عجز المدارس، الطلبه اللي بتقف على رجليها والفصل اللي فيه 100 طالب هتعمل فيه ايه؟ الكليات اللي موجوده الناس تتخرج منها وما تلاقيش فرصه للعمل. فكره التعليم الموازي، النهارده ازمه التعليم في مصر ان في تعليم موازي. يعني ايه تعليم موازي؟ عندي مدرسه بيواجهها درس خصوصي او اللي بيسموه السنتر، عندي كتاب مدرسه محدش بيبص فيه ولا بيقراه، وكتاب خارجي ثمنه النهارده وصل ل 1000 جنيه لطالب ابتدائي واعدادي. يبقى انا عند المدرس في حاجه بديله ليه، وعند المدرسه في حاجه بديله ليها، والكتاب في حاجه بديله ليه، وهو ده ركائز العملية التعليمية. المدرس، الكتاب، المنهج، طريقة التدريس، كل ده عندي حاجات موازية. طول ما في حاجات موازية مش هقدر اخد منتج تعليمي جيد. وبالتالي انت كمرشح رئاسي عندك تصور لده هتتعامل معاه ازاي. فيما يتعلق بالاقتصاد، فكرة الاسعار، فكرة مثلا التوظيف والبطالة هتتعامل معاها ازاي. تحديات الامن القومي بقى حدث ولا حرج، كيف تتعامل مع كل التهديدات اللي موجودة في الاتجاهات الاستراتيجية. انت حضرتك بتقول ان لاول مرة منذ سنوات طويلة الأربع حدود المصرية ملتهبة. حتى البحر المتوسط دايما كانت الناس تطمئن للحدود، كنا بنقول بريطانيا آمنة، بأمريكا أمريكا آمنة. أمريكا آمنة بسبب أنه محيطين بقى وبعيدا عن. النهاردة البحر المتوسط بقى مصدر تهديد. ممكن المشاهد الكريم يقول لي إزاي؟ أقول له أولا عندي هجرة غير نظامية،
الناس بتيجي. الاوروبيين النهارده عاملين دوريات في البحر المتوسط وبيضخوا اموال لدول المتوسطيه علشان وقف الهجره غير النظاميه، وانا بسميها هجره غير نظاميه مش غير شرعيه، لان الهجره شرعيه، كل انسان من حقه انه يهاجر، لكن يهاجر باوراق ومستندات وقواعد قانونيه واضحه. لما تيجي تهاجر تركب مركب بدون اوراق ثبوتيه او باسبور وتركب في المركب علشان تعدي وتغرق في عرض البحر، دي اسمها هجره غير نظاميه او غير قانونيه، ده تهديد كبير جدا. الارهاب اللي بيجي عن طريق البحر المتوسط، المخدرات والسلاح، كل دي تهديدات. فكرة ان البحر المتوسط منسوب المية يزيد ويهدد باغراق المدن الشاطئية او الساحلية، ما هو ده تهديد وتحدي، ده امن بيئي وامن مناخي، طب هتعامل معاه ازاي؟ طيب الغرب 1330 كيلومتر حدود ليبيا، زي ما قلنا تهديدات وارهاب وسلاح وعدم استقرار، ودولة لازالت غير مستقرة حتى الان، وانا مهدد من هذا الامر. حتى الكوارث الطبيعية لما جت ليبيا مصر كانت حاضرة في هذا المضمار. السودان النهاردة تدفق، كان عندنا 5 مليون سوداني جانا 1 مليون تانيين. حضرتك في الانترو وفي الفقرة الاولى عمال تقول احنا 110 مليون مصري، احنا 120 او 122 مليون، لان انا عندي 12 مليون موجودين. ال 12 مليون دول بياكلوا بيشربوا بيسكنوا بيركبوا المواصلات بيطلعوا في الاسانسيرات بيستغلوا الكهرباء بتاعتي. وبالتالي حضرتك يا استاذ محمد عمال تتكلم الرز السكر الكهرباء الميه ل 110 مليون، لا انا 112 مليون 122 مليون. ولما بتكلم عن 12 ده عدد سكان دوله، يعني 12 ده 12 مليون عدد سكان دوله، وبعدين لسه الحبل على الجرار كما يقولون. ومش عندي بس عرب بالمناسبه، ده في ناس من اريتريا وفي ناس من دول افريقيه اخرى، وبالتالي انت عندك اعباء جسيمه. طبعا الحدود الشرقيه حدث ولا حرج، احنا نجحنا في دحر الارهاب في سيناء، لكن الوضع ملتهب في الاراضي الفلسطينيه. حكومه نتنياهو واسرائيل يعني مش في القاموس بتاعها ولا في اجندتها السياسيه دوله فلسطينيه، ومع ذلك الاوضاع. ومش هنقدر نتكلم عن استقرار في الشرق الاوسط بدون دوله فلسطينيه وبدون حل الصراع العربي الاسرائيلي. وانا بقول صراع عربي اسرائيلي لانه دايما الاسرائيليين بيقولوا صراع الفلسطيني الاسرائيلي. الجولان لازال محتل، في اراضي في لبنان لازالت محتل. علشان نعمل شرق اوسط جديد بقى اللي بيتكلموا عنه، وكان ده اخر عنوان اخر مقال ليا في الشروق يوم الثلاث، الشرق الاوسط الجديد. بقول فيه يا جماعه قدم تصورات للشرق الاوسط زي ما انت عايز، قول سلام اقتصادي، قول هنعمل مشاريع تخلي اسرائيل تندمج في الدول العربية، لن تنجح ولن يكتب لها الاستقرار او الاستدامة طالما ان في الغام. ايه هي الالغام دي؟ القضية الفلسطينية، احتلال الجولان السوري، اراضي لبنانية محتلة. اسرائيل لما تقعد توجه ضربات لهذه الدولة وتتدخل في هذه الدولة، مش هينفع اعمل استقرار ومشاريع وتنمية زي ما هو بيقول وننسى القضايا دي. فعايز تعمل استقرار في الشرق الاوسط وعاوز هذه المنطقة تهدأ بعد معاناة لعقود طويلة، لازم تسوية القضايا بشكل شامل وعادل ودائم. من وجهة نظر دكتور بشير عبد الفتاح ضيفي الكريم النهاردة، ان امام المرشح الرئاسي عدد كبير جدا من الملفات الداخلية والخارجية يجب ان يقدم لها رؤى وحلول امام النخب. في نهاية لقائي بشكر ضيفي الكريم دكتور بشير عبد الفتاح الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك استاذ محمد. حلقتي انتهت معاك، وكل الخير ليكم. بكره حلقة جديدة ان شاء الله من مصر افندي، انتظرونا 8 مساء.